السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مسموع واضح، كل شايف سامع. يا ريت تخبروني على الكومنتات إذا شايفين. أهلا بالجميع، أهلا بالجميع. زمان عن اللايفات والله، اشتقنا لللايفات. نستنى بس هيك كم دقيقة لحتى الكل يجي وجمع أكبر عدد، يعني عشان بده يلحق. أيوة قولوا لي، كيف الانترو معكم؟ كيف عملتوا باللاب المرة الماضية؟ كيف كان الامتحان؟ إن شاء الله زبطته. اللايف راح ينحفظ ان شاء الله، اللايف راح ينحفظ، راح ينرفع يوتيوب كمان. بس انه شو بدي اشرح بهذا اللايف، راح اشرح محاضرة 11 و12 و13، وهيك بس نرجع شوي لمحاضرة 10، نحكي بس كم ملاحظة مهمة وشو علاقتها بمحاضرة 9 يعني. إن شاء الله ما بيكون لايف طويل، يعني مش راح ندخل بأي تفاصيل، ولكن بس راح اللي هي نشوف الأشياء الرئيسية ونوضح يعني بس أهم الأفكار اللي بالمحاضرة. أحلى مادة، هو يا ريت كل المواد لا بصراحة يعني. أنتوا عندكم إنجليزي كمان، الله يعينكم. طيب المايكرو سلم عليها يا عمري. مدة اللايف يعني مش راح احكي لك مدة معينة، بس ان شاء الله يعني بنحاول المحاضرة تاخذ بافرج نص ساعة 40 دقيقة، يعني بالحدود، يعني بحدود ساعتين ايش زي هيك. ان شاء الله يعني مش راح نتأخر اكثر من هيك، يعني انتوا عليكم دراسة واحنا علينا دراسة يعني، ف حتى كل واحد يشوف اموره ان شاء الله. طيب نبدأ. إن شاء الله على خير يا عزيز، على خير. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية جميعا. أهلا وسهلا فيكم في لايف المراجعة الأول من دورة انترو ماسترز، الدورة اللي راح يعني نعملكم فيها مراجعة مكثفة لمحاضرات الانترو للمزنوقين، يعني عشان تكون زي ما نحكي إنقاذ نوعا ما، وللي مش مزنوقين وقطاعات 2020 إنهم يرجعوا مرة ثانية يراجعوا ويشوفوا النقاط الرئيسية، ونستذكر فيها أهم النقاط إن شاء الله. تمام. طيب هسا زي ما حكيت لكم إنه بهذا اللايف إن شاء الله راح نشرح 3 محاضرات، اللي هم محاضرة 11، محاضرة 12، محاضرة 13. إن هذول اللي راح يعني نفوت بالتفريغ أكثر يعني، ونشوف المواضيع اللي فيها. بس محاضرة 10 ومحاضرة 9 حكيت لكم قبل إنه صراحة هي كلياتها، شوف يعني اللي بيفتح المحاضرة راح يشوف جداول قدامه، جداول 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 جداول، والأشياء اللي فيها شرح يعني شرحناها بالفيديوهات هون، يعني ما في إشي والله أجي أحكي لك ركز على هاي وما تركز على هاي، لأنه كلياته وارد وبيجي عليه أسئلة. تمام. فالإشي اللي بقدر أحكي لك إياه أو بقدر أفيدك فيه حاليا، كوننا هون يعني دورة مكثفة ومحترمة، شو بنسوي؟ في كثير ناس منكم أنا بعرف كانت محاضرة 9 آخر محاضرة بالمد وسحبتوا عليها. تمام. مع إنها كانت محاضرة حلوة صراحة، وحتى يعني ان شاء الله بس تعطلوا يعني، انا بنصحكم صراحه هيك بس ترجعوا ولو تقراوها قراءه، لانه فيها كليات المصطلحات الاساسيه اللي بتفيدكم لقدام. تمام. 9 محذوفه، 9 محذوفه، بس فيها هيك نتفه اساسات لايش؟ اللي هي لمحاضره 10. بس نروح لمحاضره 9 سريعا. اذا في شيء مهم بمحاضره 9 فهو هذا الجدول. تمام. هذا الجدول اللي هو بس بحكي لك ايش شو اجزاء المصطلح الطبي. تمام. اي مصطلح طبي في الحياه، اي مصطلح طبي في الحياه من شو راح يكون مكون؟ راح يكون مكون من وورد روت،
وراح يكون مكون من كومبايننج فورم وبريفكس وسفكس. كيف بيجي ترتيبها؟ بيجي بالاول البريفكس، تمام، وبيجي بعديها الورد روت، وبيجي بعديها الايش؟ بيجي بعديها السفكس. ماشي. هسه البريفكس عاده على شو بدل؟ بدلني على على لوكيشن، مثلا لما احكي لك ايبي وسب زي هيك، تمام، بدلني ايش على الاماكن، تمام. ممكن يدلني كمان على عدد، زي لما نحكي مثلا مونومر وبوليمر، كلمه مونو معناها واحد، تمام، فهي عباره عن بريفكس. والثالث اللي هي بتدلني على التايم، ماشي، اللي بتدلني على التايم اللي هي مثلا بوست مورتم، مثلا بري اوبراتيف، زي هيك انه قبل العمليه، مثلا بوست مورتم اللي هي بعد الوفاه. فهيك هاي البريفكسز، تمام، بتدلني اما على لوكيشن نمبر او تايم. الورد روت اللي هي احنا لما نحكي عن الاشي الجذر، ايش هو الجذر؟ هو الاساس، تمام. فهون بالورد روت هو راح يعطيني اساس الكلمه، يعني بده يدلني على الجزء من الجسم اللي انا معني فيه في هذا المصطلح. مثلا كلمه كاردي تدل على الهارت، او ممكن يدلني على الاكشن، على يعني على فعل معين، مثلا هون سيس معناها تو كت، تمام. والامثله كثيره في هاي المحاضره، وهاي مش يعني المصطلحات اللي موجوده هون في هاي الجداول مش مطلوبه منكم، ولكن مطلوب منكم اللي هي محاضره 10، تمام. يعني محاضره 10 بتلاقي الكلمه ومثال عليها، المثال مطلوب منك، تمام، محاضرة 10، بس محاضرة 9 مش مطلوب منك. آخر شيء اللي هو السفكس. السفكس عادة بيدل لك على ميديكال كونديشن، تمام، أو بيدل لك على بروسيجر، على عملية صارت، مثلا عملية سيرجيكال ريموفال، إكتومي، مثلا لما نحكي سبلينكتومي. سبلينكتومي شو يعني سبلين؟ سبلين اللي هو الإطحال، فسبلينكتومي إزالة جراحية للإطحال. وضحت الفكرة كيف؟ هاي اللي هي فكرة البريفكس والورد روت والسفكس. هسه برضو عشان تكونوا بالصورة، في عندي شيء بسميه إيش؟ كومبايننج فاول، تمام؟ Combining vowel. الكومبايننج فاول هذا عبارة عن حرف عادة بيكون O، تمام، بيوصل ما بين الورد روت وما بين السفكس، أو ما بين البريفكس ما بين الورد روت، ماشي. فالكومبايننج فاول بيكون موجود يعني بيناتهم، بين هذول الثلاث أجزاء. هسا هاي شو سميتها؟ كومبايننج فاول. بس الكومبايننج فاول مع الورد روت بسميها مع بعض كومبايننج فورم، تمام. فعشان هيك بالمحاضرة العاشرة راح تشوفوا جدول مكتوب فيه كومبايننج فورمز، راح تلاقي فيه الورد روتس. طب بيجي بتحكي لي طب كيف وورد روتس كومبايننج فورم؟ بحكي لك الكومبايننج فورم، الفورم من شو مكون؟ مكون من الروت بلس الايش اللي هي الفاول، تمام، تمام هيك. يعني هاي هي اهم الاشياء اللي تكون عارفها من محاضره 9. وطبعا هون في عندك مجموعه من السفكسز، مجموعه من البريفكسز، يعني هاي ممكن انك تقراها، ممكن عادي ما تقراها، من محاضره 10 تقدر ايش؟ تقدر انك تدرسها من هناك، ماشي. هاي هيك يعني بس كم ملاحظه مهمه تكونوا حاطينها ببالكم عشان محاضره 10 تعرفوا تدرسوها. طيب هسه احنا في هاي في هذا اللايف راح نحكي في 3 محاضرات: introduction to pathology, introduction to microbiology, introduction to immunology، تمام، مقدمه لعلم الامراض، مقدمه لعلم الاحياء الدقيقه، ومقدمه لايش؟ ومقدمه لعلم المناعه. فنبدا بمحاضره 11 واللي هي introduction to pathology. كما كانت عادتنا دائما، احنا لما نبدا محاضره، لما بدنا نحكي عن علم من هاي العلوم الباثولوجي او الميكروبيولوجي، دائما بدنا نشوف تعريف شو هو هذا العلم، شو هو علم الامراض. فببساطة بحكي لك ذا باثولوجي از ذا ساينتفك ستدي اوف ديزيز، فهو الدراسة العلمية للأمراض، تمام؟ يعني ما في الكلمة موضحة حالها، تمام؟ فهون بحكي لك ايش؟ بحكي لك انه من وين جاي اصلها. فكلمة باثو جاي من كلمة باثوس معناها ديزيز، تمام؟ وكلمة لوجي باثولوجي جاي من كلمة لوجوس معناها ستدي او الساينس، تمام؟ فهي اصل الكلمة. هسه معلومة مهمة هون بحكي لك اياها، انه الباثولوجي عبارة عن حلقة وصل ما بين العلوم السريرية الكلينيكال ميديسن وما بين العلوم الأساسية أو ما قبل السريرية اللي هي ايش؟ البري كلينيكال. بري معناها قبل، تمام؟ فهي يعني هاي البريفكسز اللي حكيتنا لهون، البري كلينيكال معناها ما قبل السريرية اللي هي ايش؟ العلوم الأساسية اللي راح تاخذوها بأول 3 سنوات اللي هي الأناتومي والفيسيو والبايوكيم والأمور الثانية، تمام؟ فهاي وظيفة الباثولوجي. الآن الهيستوري أوف باثولوجي. يا الله قد ما سألت عن علماء محمد، العلماء حفظ ولا مش حفظ؟ طب انا احفظ الاول والثاني ولا بس الاول؟ طب احفظ الثاني والثالث ولا بس الرابع؟ شوف، في دكتوركم حكاها بصريح الكلام، العلماء يعني
بالغالب مش راح يسألكم عنها، تمام؟ ولكن عالم واحد هو اللي مهم وتركزوا عليه جدا، اللي هو رودولف فيركوف، تمام؟ فيركو أو فيركو، اعتبروه فيركو. رودولف فيركو هذا شو سوى؟ هو اللي اخترع الإشي اللي بسميه الهيستوباثولوجي. شو هو الهيستوباثولوجي؟ إنه جاب العينات اللي بده يدرسها وراح قطعها لثين سيكشنز، هاي المعلومة مهمة، قطعها لثين سيكشنز بريزر بليد وراح يدرسها تحت الميكروسكوب، تمام؟ فهذا يعني اهم انجاز لرودولف فيركو، وهذا اللي غالبا راح يجي عليه سؤال، يعني هذا سؤال انا بقول لكم هذا جاي ان شاء الله، تمام؟ هون بس بحكي لك كيف اتطور الباثولوجي. يعني كانوا بالاول ياخذوا العينات من الناس المتوفين، تمام؟ اللي بنسميها الاوتوبسي، تمام؟ بعدين صاروا ياخذوا العضو لحاله ويدرسوه، بعدين صاروا يدرسوا على مستوى الخليه، بعدين صاروا يدرسوا على مستوى الالترا ستراكشرال باثولوجي، يعني صاروا يدرسوا تركيب الخليه من الداخل، تمام؟ اللي هي العضيات والى اخره. بعدين صار على مستوى المولكيولز، على مستوى الانتي بوديز مثلا الانتيجنز وغيره، واخيرا وصلنا للجينيتيك باثولوجي، اني انا اشوف التغيرات الجينيه واربطها بالباثولوجي، ماشي؟ فهاي بالنسبه للهيستوري اوف باثولوجي. هون هذول اسماء علماء، يعني هي موجودات بالسلايدات بس غالبا الدكتور ما يسالكم عنها. يعني هون عندي بورل ايرلخ، هو عباره عن عالم الماني شو سميناه الفذر اوف كلينيكال باثولوجي، تمام؟ جورج بابينو بابانيكولاو، يعني حتى اسمه صعب يعني مستحيل، تمام؟ هذا اللي هو ايش؟ اللي اخترع الباب تيست عشان ايش؟ الكانسر اوف يوتراين سيرفكس، اللي هو سرطان عنق الرحم، ماشي؟ فهذا يسمى ايش؟ بالفذر اوف اكسفوليتيف سايتولوجي. واخر واحد هو رودولف فيركو، رد نعاد مره ثانيه معنا، هو اللي ايش؟ هو اللي اخترع الهيستوباثولوجي، تمام؟ اللي هو انه قطع العينه لاجزاء صغيره ودرسها تحت الميكروسكوب، وضحت الفكره؟ فهون هي بس بحكي لك انه هاي العينات الصغيره عباره عن ريبريزنتيف تو ذا باثولوجي، يعني هي لما انت تاخذ عينه من الاورجن، انت زي كانك قاعد بتدرس الاورجن كامل، تمام؟ فهي زي هاي العينه عباره عن ممثله لكل ايش؟ لكل العضو اللي انت بدك تدرسه، ماشي؟ في عندي هون العالم الخامس اللي هو كارل لاندشتاينر، وهذا راح يرجع يذكر معنا اتوقع بمحاضره المايكرو، اللي هو كان الفذر اوف بلاد ترانسفيوجن، هو اللي اكتشف مجموعات الدم الاي والاي بي والبي والاو، تمام؟ فهون احنا بندرس علم الامراض. طب شو هو المرض اصلا؟ المرض بحكي لك هو تغير او انحراف عن الطبيعي، تمام؟ بس هذا الانحراف شو بيكون؟ بيكون انحراف اما اناتوميكال اما فيسيولوجيكال اما بايوكيميكال، تمام؟ فعشان هيك بحكي لك it is a state in which an individual exhibits an anatomical, physiological or biochemical deviation from normal، ماشي؟ فهاي اللي هي تعريف الديزيز، انه في عندي deviation from normal، هاي يعني هي اهم وحده، بتكون على مستوى الاناتوميكال والفيسيولوجيكال والبايوكيميكال، تمام؟ بتكون كمان ايش؟ برضو تعريف ثاني اللي هو alteration of structure or function، يعني انا لما يصير في عندي انحراف عن الطبيعه على مستوى الاناتوميكال والفيسيولوجيكال والبايوكيميكال، انا معناها في عندي تغير اما في الاستراكشر واما في الفانكشن، تمام؟ او ممكن بالثنتين مع بعض. الان في عندي هون بعض التعاريف الاخرى، اول وحده اللي هي الديزيز مره ثانيه رد عرفه مورفولوجيكال بايوكيميكال فيسيولوجيكال ديفيشن فروم نورمال ستاتس، نفس التعريف اللي فوق تقريبا. الثانيه اللي هي الايتيولوجي، ايش هو الايتيولوجي؟ انا لما بدي ادرس الايتيولوجي للمرض فانا بدي ادرس الكوز او الاوريجن اللي هي سبب المرض، مسبب المرض، كيف هذا المرض اجى، شو اللي سببه، تمام؟ هاي هي الايتيولوجي. الليجن اللي هي اي تغير في الجسم، اي تغير غير طبيعي، فهو abnormal structural and functional changes that occur in body، فهو abnormal changes سواء على مستوى الاستراكشر او على مستوى الفانكشن، تمام؟ وهي هي اللي يعني بتعطي المرض كل مرض هيئته ووصفته. هسه في عند الليجنز بتنقسم اما لا ماكروسكوبيكال ليجنز ومايكروسكوبيكال ليجنز. الماكروسكوبيكال ليجنز انا هذول بقدر اشوفهم بالنيكد اي، بقدر اشوفهم بالعين المجرده زي ما انتم شايفين هون، هي هذا القلب فبقدر اشوف هذا بالعين المجرده. بس اذا انت قد ما تشد حالك لو تطلع عيونك ما راح تقدر تشوف هذا المستوى، تمام؟ لازم تشوف ايش بالمايكروسكوب. وضحت الفكره؟ فالمايكروسكوبيكال بالنيكد اي بينما المايكروسكوبيكال بالايش؟ اندر ذا مايكروسكوب. وضحت الفكره؟ فحكينا الديزيز تعريفه، الايتيولوجي والليجن، وحكينا الليجن ينقسم اما لمايكروسكوبيكال او لايش؟ لمايكروسكوبيكال. الان في عندي اي واحد بمرض بالحياه، تمام؟ هو يعني راح ينحط بواحده من الاربع احتمالات، يا اما انه بتشافى وبتعافى من المرض هيلينج اند ريكفري، يا اما انه بصير عنده functional insufficiency او نقدر نسميها اللي هي disability، تمام؟ يعني انه هذا المرض بيظل معاه فبالتالي بيعيق واحده من حركاته او واحده من وظائفه، واحده انقطعت ايده مثلا، هو خلص يعني مثلا اجره مثلا صارت فيها دوالي خلينا نحكي او غرغرينه بسموها،
اذا صارت عندي هاي الغرغرينه وانقطعت اجري، انا خلص راح مسبب المرض، بس شو صار عندي؟ صار عندي فانكشنال انسفشنسي، يعني راحت، يعني بطل عندي وظيفتي، بقدر بطلت اقدر اسويها بالوضع بالشكل الطبيعي، ماشي؟ يا الشغله الثالثه اللي هي الدث، انه انا اموت من المرض يعني بعد عمر طويل وبعيد الشر عنكم. يا الرابعه اللي هي ايش؟ اللي هي الامباسي. ايش هي الامباسي؟ يعني بصير زي كانه هذا مسبب المرض عايش بدون ما يسبب اي ضرر، ماشي؟ يعني بيكون هو انت ما طلعت مسبب المرض من جسمك، هو لساته موجود، ولكن ايش؟ ما مش قاعد بضرك ومش قاعد بيسبب لك امراض. وفي كثير امراض هيك، يعني انه البكتيريا مثلا بتظل موجوده بس خلص، يعني ما بتكون، ما بتسوي دمج على الجسم، تمام؟ فهاي هي هون الاربع فور بوسيبل اوتكمز اوف ديزيز، ما بيطلع عن هذول الاربع، ماشي؟ هذول مهمات كثير. وهون في بعض الامثله بتقدروا تشوفوهن وتقرؤوهن يعني، بس هذول هن اهم شيء بهذا الموضوع. البث راح ينحفظ، والله راح ينحفظ، وين رفع يوتيوب كمان، وتسرعوها اثنين ولا يهمكم، ماشي؟ طيب هسه في عندي الباثولوجي فوكسز اون فور اسبيكتس اوف ذا ديزيز. انا في علم الباثولوجي بركز على اربع جوانب في المرض، تمام؟ اول شيء بدي ادرس مسبب المرض اللي هو ذا كوز اوف ذا ديزيز، سواء كان هذا الكوز جينيتيك يعني وراثي، او كان اكويرد يعني مكتسب، يعني انا عملت حادث فانا صار عندي باثولوجي مثلا، تمام؟ هاي الفكره. الشغله الثانيه اللي هي الباثوجينيسيس، يعني باثو، كلمه باثو معناها مرض زي ما حكينا، الجينيسيس جن معناها اللي هي زي ما نحكي الديفلوبينج، تمام؟ والايسيس اللي هي بتدل على ايش؟ على البروسيس، فذا بروسيس اوف ذا ديفلوبمنت اوف ذا ديزيز، ماشي؟ الباثوجينيسيس اللي هي انه كيف المرض او كيف مسبب المرض بصير يعطي تاثيره المرضي، يعني والله البكتيريا هاي راحت لفت بالدم وراحت على العضلات مثلا اثرت عليها، هاي هيك هاي العمليه بسميها الباثوجينيسيس. الثالث اللي هي المورفولوجي، وكلمه مورف معناها الشيب او الاستراكشر، فانا بدرس هنا فيها الاستراكشر او التغيرات اللي كانت على مستوى الاستراكشر. واخيرا الفانكشنال كونسيكونسز، يعني كيف الفانكشن تبعت الشيء اللي بدرسه اتغيرت، تمام؟ فهذول الاربع شغلات مهمات وعليهم سؤال يعني ان شاء الله، تمام؟ اتيولوجي، باثوجينيسيس، مورفولوجي، فانكشنال كونسيكونسز، كل وحده وتعريفها. هسه على المستوى ثاني، هنا هاي الصفحه اللي يعني اللي كثير مرت معكم، اللي هي انا في عندي السيل هي الفاندمنتال ستراكشرال فانكشنال يونت اوف ليفنج، يعني هي وحده البناء والوظيفه في جسم الانسان او في جسم الكائن الحي. وعندي التيشو هي مجموعه من السبيشلايزد سيل اللي بيجتمعوا مع بعض لحتى يسووا سبيشال فانكشن، تمام؟ ومجموعه من التيشو شو بيسووا لي؟ بيسووا لي الاورجن، ماشي؟ هسه في عندي تعريف مهم واللي هو الهيستولوجي. الهيستو معناها انسجه، فهيستولوجي اللي هي علم الانسجه. طيب انا هون في الهيستولوجي بدرس النورمال تيشوز، بدرس ايش؟ النورمال تيشوز. ولكن هيستو باثولوجي بدرس فيها الاب نورمال تيشوز، تمام؟ بدرس فيها الديزيزز اللي بتصيب التيشوز، وضحت؟ فالهيستولوجي بدرس فيها النورمال، والهيستو باثولوجي بدرس فيها الايش؟ الديزيزز باي ذا اكزامينيشن اوف تيشوز. عند اللي بعديها اللي هي السايتو باثولوجي، كلمه سايتو معناها خليه، فانا هون بدرس الباثولوجي ولكن على مستوى الايش؟ بدرس على مستوى الخليه، فهي ذا اكزامينيشن اوف ايزوليتد سيلز، يعني خلايا معزوله لحالها فانا بدرسها، تمام؟ البث واضح؟ شايفين؟ ولا علق؟ سامعيني صح؟ علق إخوان ولا كيف؟ مية مية؟ خلص تمام، ممتاز ممتاز. فحكينا السيت باثولوجي اني بدرس على مستوى الخليه. الان هون الباثولوجي مره ثانيه برجع بعيد المعلومات، اني انا بدرس بالاول الكوزز، شو اسباب المرض، بعدين بروح على التشنجز، شو التغيرات اللي صارت سواء على الاستراكشر او الفانكشن. بقدر ايضا اشوف السيمتومز، يعني السيمتومز اللي هي الاعراض او الاشارات اللي بيقدر الدكتور يشوفها على المريض، ايش هي اللي بتدله على التشنجز اللي تغيرت، وهي اللي بتدله اصلا على الكوزز، تمام؟ يعني كل تشخيص الامراض بيعتمد على الايش؟ بيعتمد على السيمتومز اللي بيشخصها الدكتور، تمام؟ وبحكي لي هون الاستركتشرال تشينجز ممكن يكونوا بياثروا سب سيلولر، يعني بياثروا على الاورجنلز، او يعني تتراوح، اما انها بتاثر على الاورجنلز او انها ممكن توصل للايش؟ لحد النيكد اي، انك تقدر تشوفها بعينك. فزي ما انتم شايفين هون، هاي شايفين انه في وحده صح وواحده غلط اكيد. وهون برضه نفس الشيء، انه التغيرات اللي ممكن تصير على العضيات الاورجنلز، ماشي؟ طيب
فهنا برجعنا لنفس النقطة مرة ثانية اللي حكيناها فوق، صراحة تكرار مرة ثانية اللي هي الاثيولوجي الاوريجن، وقد يكون هذا مسبب المرض اما جينيتيك واما انفايرمنتال، يعني اما بيكون وراثي واما بيكون بيئي، يعني البيئة هي اللي بتأثر. فمثلا في مثلا امراض وراثية ما بتبين عند البني آدم الا لما ينحط في بيئة معينة، تمام؟ يعني مثلا هنا في شغلات مثلا زي التدخين، مثلا في ناس بتكون مثلا عندهم بالوراثه جينات عادي، يعني هي ممرضه، بس لما يدخن خلاص بزيد المرض بزياده، تمام؟ فهاي فكره الاتيولوجي انه مسبب المرض قد يكون جينيتيك، قد يكون انفايرمنتال، وفي اغلب الاحيان ممكن يكون مزيج من الاثنين، يعني الجينيتيك ما بعث تاثيره الا مع تاثيرات انفايرمنتال. طيب الباثوجينيسيس زي ما حكينا ستيبس ان ذا ديفلوبمنت اوف ذا ديزيز، اللي هي خطوات تطور المرض. وهنا يعني هاي هون الجملة جدا 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 حلوة، اللي هي على حتى تفرق بين الاتيولوجي وما بين الباثولوجي، الباثوجينيسيس عفوا. الاتيولوجي بيحكي لك واي ا ديزيز ارايزز، ليش المرض طلع، بس الباثوجينيسيس بيحكي لك هاو ا ديزيز ديفلوبس، يعني كيف المرض بتطور. فوحده من وين المرض اجى او شو سببه، ووحده كيف المرض بتطور. هاي الجملة جدا حلوة وبتساعدكم تفرقوا بيناتهم، ماشي؟ هسه الباثولوجي مقسم لعدة برانشز، تمام؟ زي ما انتم شايفين هون في عندي ست انواع، ولكن احنا نركز على اول اثنين. عندي جنرال باثولوجي، سيستميك باثولوجي، سيلولر، سيرجيكال، كلينيكال، وايميونو باثولوجي، وكل واحده متخصصه في مجالها، تمام؟ هسه شو هي الجنرال باثولوجي؟ الجنرال باثولوجي اني انا بدرس الباثولوجي من ناحيه جنرال. انا حسيت هاي يعني في كمان هيك كثير سالون عنها، اللي هي شو الفرق بين جنرال وبين سيستميك، وضحناها بالفيديو بنرجع نوضحها مره ثانيه. اللي هي الجنرال انا بدرس مثلا عمليه حدوث الالتهاب، تمام؟ حدوث الالتهاب انا بدرسها بشكل عام، يعني في عوامل اللي هي انفلاماتوري ميدياترز او عوامل بتساعد في حدوث الالتهاب، هاي عامله مشتركه ما بين جميع انحاء الجسم من راسك لدريك، هاي الانفلاماتوري ميدياترز موجوده، تمام؟ ولكن في سيستميك باثولوجي ان اذا انا بدي ادرس والله مثلا ايش الانفلاميشن اوف ذا ليفر، تمام؟ انفلاميشن اوف ذا ليفر انا قاعد باخذ الليفر لحاله على جنب، قاعد باخذ الليفر وقاعد بدرس الانفلاميشن فيه، تمام؟ ولكن بالجنرال، تمام؟ بالجنرال باثولوجي انا شو قاعد بدرس؟ انا قاعد بدرس عمليه الانفلاميشن بشكل عام. وضحت الفكره؟ هاي الفرق بين الجنرال وبين السيستميك. فهي عباره عن بيسك رياكشنز وفيها كومن تشينجز ان اول تيشوز، وهي هون الامثله اللي هي كانسر وايجنج وانفلاميشن، اللي هي السرطان، وفي الايجنج برضه عمليه بتاخذوها بس هنا انتم احفظوا اسمها، والانفلاميشن اللي هي الالتهابات. اما السيستميك باثولوجي فهي بتكون بارتيكولر ريسبونس اوف سبيشاليزد اورجان، يعني انا بدي ادرس والله على مستوى الكبد لحاله، على مستوى العضلات لحالها، على مستوى العظام لحاله، تمام؟ وهون نفس الشيء اعطاني امثله هون سبيسيفيك تشينجز ان اورجانز زي النمونيا والبريست كانسر والجوتا، تمام؟ طيب هون في عندي سب ديفيجنز اوف باثولوجي، يعني شايفين هذول افرع الباثولوجي، في لسه سب ديفيجنز كمان افرع للافرع. فهنا اعطاني افرع للكلينيكال باثولوجي اللي هم المايكروبيولوجي، هيماتولوجي، اميونولوجي، جينيتكس، توكسيكولوجي، كيميكال. وهنا السيرجيكال ينقسم الى ثلاث اللي هم السايتو والهيستو والفورنسيك باثولوجي، اللي هو اظن اللي هو الباثولوجي الجنائي اللي له علاقه بالجرائم زي والجثث. طيب هسه هون بيحكي لي بالباثولوجي بدي اتعرف على مجموعه من التكنيكس اللي بستعملها في الباثولوجي، تمام؟ في الباثولوجي في عندي لايت مايكروسكوبي اللي اخذته بلاب البيو بشكل كافي جدا، في عند الاميونو هيستوكيمستري وهسه راح نحكي تعريفها، في عند الالكترون مايكروسكوبي، عند السيل كلتشر اللي هي زراعه الخلايا لما بدي ازرع بكتيريا او ازرع شيء ثاني، والموليكيولر باثولوجي اللي هي على مستوى الموليكيولز بتكون، تمام؟ هذول الخمسه. هسه بحكي لي انه انا كيف بدي ادرس المورفولوجيكال التريشنز ان تيشوز، يعني كيف بدي ادرس التغيرات على مستوى الاستراكشر. بحكي لي انت عشان تدرس التيشو لازم ايش؟ لازم تاخذ عينه من هذا التيشو. هاي العينه اما بتاخذها بعد الموت وبتسميها اوتوبسي، اما بتاخذها قبل الموت اللي هي خلال الحياه وبتسميها بايوبسي، واما ايش؟ بتدرس الخلايا عاديه طبيعيه، تمام؟ فهسه الاوتوبسي بحكي لي هي بوست مورتم، يعني بعد الوفاه، وغالبا بستعملها لحتى اعرف السبب الوفاه، يعني انا عند المريض توفى خلاص، فانا بصير اشرحه واشوف شو سبب المرض. فهاي هون العينه بسميها اوتوبسي. هسه في عند البيوبسي، البيوبسي اللي ان لي اني انا اخذ عينه من تشو عايش، تمام؟ من اورجن عايش. وهاي البيوبسي قد تكون على شكلين، اما بتكون اكسجينال واما بتكون انسجينال. وخلينا ناخذ مثال مثلا ايش؟ انه واحد صار معاه ورم بالدماغ مثلا. طيب
او انسوا الادمان، خلينا ناخذ مثلا ورم في الكبد، الورم حميد عادي موجود بالكبد وبعد موجود بالكبد وما انتشرش، تمام على فرض يعني. فهسه في عندي مثلا اكسجينال اني انا اروح استأصل الورم كاملا لحتى ايش، لحتى ادرسه يعني، هاي الليفر هيك وهي بلاقي ايش والله هون هذا الورم، بروح شو بسوي، بسوي عملية وبشيل ايش، بشيل الورم كاملا من جذوره لكله، تمام بشيله كلياته. بس شو الانسجنال؟ اني انا بدل ما اشيل كل الورم لا، انا باخذ عينه صغيره منه وبوديها على الباثولوجي لاب لحتى ادرسها، تمام؟ هذا الفرق بين الاكسجنال والانسجنال. هسه السيتولوجي اللي هي انا ادرس الخلايا يعني بتفاصيلها، كل خليه بتفاصيلها، في بتنقسم لشكلين، اما بيكون اكسوفولييتيف سيتولوجي واما بيكون فاين نيدل اسبيريشن. شو هو الاكسوفولييتيف سيتولوجي؟ اللي هي اني انا الاكسوفولييتيف معناها زي التقشير، تمام؟ اكسوفولييتيف، فهاي خلية بكون أنا بقشرها من البودي سيرفيسز، تمام؟ زي مثلا في مثلا بتاخذ عينة من جوا الخد، أو مثلا بتاخذ عينة من عند اللثة، تمام؟ هاي اكسوفولييتيف سيتولوجي. وممكن تكون مثلا يورين أو سبيوتم اللي هو بول أو بلغم، تمام؟ أو ممكن يكون سيرفيكال سمير كمان، مسحة من عند عنق الرحم، تمام؟ هاي اكسوفولييتيف سيتولوجي، يعني أنا خلايا بشيلها أو زي كأني بقشرها من سطح الجسم. ولكن عندي الفاين نيدل اسبيريشن، واشهر مثال عليها الغده الدرقيه، يعني احنا هاي رقبه البني ادم، لا ثواني انا هاي رقبه البني ادم عندي، تمام؟ في عنده هون برقبته في هون هيك زي غده اللي هي الغده الدرقيه، تمام؟ تكون هيك شكلها. الفاينيد الاسبيريشن اني انا بدخل ابره كثير دقيقه، تمام؟ بحط بدخلها هون على الغده وبطلعها. الخلايا اللي بتظل معلقه على الابره هاي اللي انا بدرسها، تمام؟ فهمتوا كيف الفكره؟ هاي اللي هي الايش، الفاين نيدل اسبيريشن. الان في عندي بعض الايمز اند يوزز اوف باثولوجي، الايمز اند ايش يوزز اوف باثولوجي. اولا الدايجنوز اوف ديزيز، يعني انا شو الهدف من اني ادرس باثولوجي او ليش بسوي باثولوجيكال اكزامينيشن؟ اولا عشان اشخص الامراض، تمام؟ عشان اشوف المرض شو سببه واشخصه واعطي العلاج، تمام؟ الشغله الثانيه اللي هي ديتيرمينينج ذا تريتمنت، اني انا احدد التريتمنت كيف انا بدي اعالج هذا المرض، والبروجنوسز اللي هو انا اتنبا كيف هذا المرض ممكن يتطور، والجريدنج اني انا احدد هل هو مثلا كثير خطير ولا عادي لسه بقدر اتعامل معاه، تمام؟ الشغله الثالثه اللي هي الميديكو ليجال كونديشنز تو ديرمن ذا كوز اوف ديث، يعني جرائم القتل مثلا، في مثلا بعض الاحيان بيكون مش معروف سبب الوفاه، تمام؟ فمختبر الباثولوجي بالباثولوجيكال اكزامينيشن بقدر انا اتاكد انه مثلا هل هذا مات قتلا ولا مات انتحارا ولا شو مكان، تمام؟ او انه تسمم او يعني شو مكان سبب الوفاه. اخيرا الريسيرشز والميديكال ديسكفري اللي هي بتساعدني لحتى اسوي ابحاث ولحتى اسوي اكتشافات جديده، اكتشافات على مستوى الطب مثلا، اكتشف انواع بكتيريا، اكتشف ادويه جديده، كل هاي الباثولوجي ايش بتساهم فيها، تمام؟ فهذول الاربعه مهمات 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 جدا، تمام؟ تشخيص امراض، علاج امراض، اشياء قانونيه يعني لها علاقه بالجرائم، واخيرا الريسيرشز والميديكال ديسكفري. طيب الان في عندي مجموعه من التكنيكس اللي هي المتضمنه داخل الفيلد اوف باثولوجي. في عندي الماكروسكوبيك باثولوجي، واللي هي اني انا بدرس النسيج وبدرس العضو من الخارج بالعين المجرده، تمام؟ بالنيكد اي، تذكر وين ما في ماكروسكوبيك معناها نيكد اي، تمام؟ الثانيه اللي هي مايكروسكوبيك اكزامينيشن، واللي هي انا بدرس فيها الخلايا اندر ذا مايكروسكوب لحتى احدد الاستراكشرال تشينجز، التغيرات في الاستراكشر. الثالثه اللي هي الهيستوكيمستري، واللي هي اني انا استعمل انواع خاصه من الصبغات لحتى اوصل للتشخيص الصحيح، يعني في مثلا بكتيريا ما بقدر اشخصها الا بنوع معين من الصبغات، فهي بسميها ايش، الهيستوكيمستري، تمام؟ او في صبغات مثلا لازم استعملها لحتى اشوف هل هذا المرض موجود ولا مش موجود. الرابعه اللي هي اميونو هيستوكيمستري، تمام؟ اميونو هيستوكيمستري اللي هي الدراسه اللي بتعتمد على الانتيجين والانتي بودي رياكشنز، اللي هي انه انا بيكون عندي انتيجين مثلا بالدم، بروح بحط انتي بوديز لحتى اشوف هل ارتبط الانتي بودي بالانتيجين ولا لا، وطبعا بستفيد منها في الدراسات، ممكن اشخص فيها امراض، ممكن اشوف هل هذا الانسان اصيب بالمرض قبل هيك ولا لا وغيره، تمام؟ والاميون فلوريسنس، بتعرفوا اظن مر عليكم كلمه فلوريسنت معناها مشع، تمام؟ فهي في الاميون فلوريسنس بتكون زي ما انتم شايفين هون بالصوره، هي الانتي بودي، تمام؟ بيكون مربوط معاه ماده مشعه، تمام؟ فاول ما يرتبط بالانتيجين بصير يضوي، فانا بشوفه تحت الميكروسكوب وهو ضاوي، تمام؟ السادس الخامسه اللي هي الالكترون مايكروسكوبي، واللي بدرس فيها الاورجن ليفل، تمام؟ والسادسه اللي هي البايوكيميكال تكنيكس، اللي بدرس فيها مستوى على مستوى البايوكيمستري زي الانزيمات مثلا، مستويات بروتينات معينه في الدم وغيره. طيب
السابعة اللي هي الهيماتولوجيكال تكنيكس، اللي أنا بدرس فيها الدم، تمام؟ بدرس فيها قديش مثلا عدد خلايا الدم الحمراء مثلا، هل بتقوم بوظيفتها، هل في أنيميا ولا ما في أنيميا، تمام؟ هل شكلها طبيعي ولا مش طبيعي، هل عدد الخلايا البيضاء ممتاز وبتقوم بوظيفته المناعية، تمام؟ هاي الهيماتولوجيكال تكنيكس. الآن نيجي على آخر جزئية من المحاضرة، واللي هي الإيش؟ اللي هي الهيستوباثولوجي، ولكن بتفاصيل اكثر، وكيف انا بقدر ادرس هاي السبيسيمين، تمام؟ هاي هون هي اهم شيء بهاي الصفحه، اللي هي بس بحكي لك انه انا كيف بدي ادرس السبيسيمين. بحكي لي انت بتجيب السبيسيمين، تمام؟ بتروح بتقطعها لاجزاء صغيره، هاي الاجزاء الصغيره بتحطها في ماده اسمها الفورمالين. ليش الفورمالين؟ لحتى اسوي لها فيكسيشن واحافظ عليها، تمام؟ زي كاني بثبتها وامنع انها تخرب، ماشي؟ بعد هيك شو بسوي؟ بروح هاي بس بعد ما اسوي لها فيكسيشن، الاشي المهم هون بحكي لي انه انا لازم احطها ببرافين لحتى اخليها صلبه لحتى اقدر ادرسها. يعني انت لما تاخذ عينه من الليفر بتصير تزحلق بين ايديك، طب انت كيف بدك تحافظ عليها؟ بتروح تحطها بماده شمعيه، بتسميها ايش؟ بتسميها برافين. بالبرافين بصير لها فيكسيشن مره ثانيه، بتتثبت وبتصير اصلب، وبصير لها دي هايدريشن، تمام؟ اللي هي بتصير بكون مجففها، تمام؟ فبصير عندي هذا البلوك من البرافين، وجواته الايش؟ العينه اللي انا بدي ادرسها فيه. بيكون عندي هاي زي هيك بلوك بارافين، وبكون جواته مثلا ايش؟ عينه من الليفر، تمام؟ فبيكون انا عندي على شكل مكعب زي هيك شكله. شو بروح بسوي؟ بروح هذا المكعب بقصه زي ايش؟ زي الجبنه، بتعرفها مكعب الجبنه بس تيجي تقصه بالسكينه، نفس الفكره. بروح بقص هذا المكعب باداه بسميها المايكروتوم، بروح بقص لي المكعب لاجزاء السمك تبعها بيكون بالمايكروميتر، تمام؟ بحكي لي البارافين بلوك بقدر يعني احفظه عندي لمده 30 سنه، والسلايدات هذول السلايسز اللي انا بسويها بقدر احافظ عليها لمده 10 سنين عندي في اللاب وعادي ما بتفرق، تمام؟ فانا بعد ما اقصها لهيك شرايح صغيره شرايح صغيره شرايح صغيره، شو بسوي؟ بروح بحطها تحت الميكروسكوب وبحط عليها الاتش اند اي ستين. وبالاتش اند اي ستين هذول مهم تعرفوهن، انه النيوكليوس بيكون لونها ازرق، والسيتوبلازم شو بيكون لونها؟ بيكون لونها زهري، تمام؟ فهاي اللي بالنسبه للاتش اند اي ستين، هاي اهم شيء تعرفوه في هاي الصفحه. وهنا في يعني بحكي لك بس انه لازم يكون على العينه البيشنت انفورميشن، وشو رقم المريض وشو رقم العينه عشان ما تصيرش خربطه، تمام؟ وانك تكون كاتب برا عليها على العينه الوصف تبعها، يعني انك من وين جبتها وقديش قديش ايش وقديش مثلا وزنها وكم عدد الخلايا وغيره، تمام؟ كل الوصف، تمام؟ ها بالنسبه لمحاضره 11، في حدا لسه عنده اشكال فيها؟ يعني هي هيك احنا بنكون مرينا صراحه على اغلب الافكار المهمه اللي موجود. لايف راح ينحفظ. ايش الفرق بين التكنيك هذول اللي فوق؟ مش فاهم عليك صراحة. هاي التكنيكس هن هذول اللايت مايكروسكوبي، هن هذول يعني اللي موجودات هون عبارة عن اسمائهن، واللي تحت يعني فصل فيهن شوي زيادة، تمام؟ بس هاي هي الفكرة. كله تمام ان شاء الله. حاضر 11. شو الفرق بين ليجنز ومورفولوجي؟ سؤال حلو، خلينا نرجع للتفريق. طيب الليجنز عبارة عن ايش؟ عبارة عن انك مثلا شو نحكي اللي هي مثلا الايد زي هيك، تمام؟ ايد زي هيك. فشكت عن سؤال امتحان اللي هو تاع الليجنز، هو الموست كومنلي يوزد وورد، صح؟ اتوقع هو هاي يعني معلومة مهمة، اللي هي انه الليجنز هي اكثر كلمة تستعمل في مختبر الباثولوجي، تمام؟ هاي ركزوا لي عليها كثير مهمة. هسا نرجع للفرق بين الليجنز والمورفولوجي. الليجنز اللي هي بتكون على مستوى العضو زي هيك، يعني انت بتشوف مش بس على مستوى العضو، بس الليجنز يعني هي اعتبروها انه نفس معنى كلمة دمج، ماشي؟ الليجنز معناها دمج، يعني اذا انت شفت ضرر هون على الايد
والله في حبة طالعة، أو في مثلا حروق معين، هاي بسميها ليجنز الضرر، أو الخلية مثلا صار فيها تغييرات معينة بسميها ليجنز، تمام، الدمج اللي صار على الخلية. ولكن المورفولوجي معنية فقط بالاستركتشر، تمام، معنية فقط بالاستركتشر، يعني كيف تغير الاستركتشر، بس هاي الفكرة. الليجنز الضرر، يعني شو الضرر اللي صار على الخلية، ماشي، ولكن المورفولوجي اللي هو الاستركتشر، تغير الاستركتشر. بجوز هيك بينهم هن قريبات من بعض، بس هو هذا الفرق بيناتهم، يعني هذا، يعني اذا بدي افرق بيناتهم فهو بس هذا الفرق، انه الليجنز معناها الدمج او التغيرات، الابنورمال تشينجز، والمورفولوجي اللي هي التشينجز على مستوى الاستركتشر. تمام، ننطلق لمحاضرة 12. طيب خليها بعد محاضرة 12، لأنه محاضرة 13 زخمة يا إبراهيم، بدها شوية وقت منا. طيب نبدأ بمحاضرة 12، واللي كانت إيش؟ مقدمة للمايكروبيولوجي. المايكروبيولوجي هاي امتحاننا فيها بعد بكرة، تمام، فدعواتكم يعني. طيب، مقدمة للمايكروبيولوجي. أول شيء، بدال المحاضرة بنظرية، وأنا استغربت إنه بدل محاضرة زي هيك، اللي هو شو الفرق بين البيوجينيسيس والإيبيوجينيسيس. البيوجينيسيس معناها إنه الحياة تيجي من بري إكزيستينج لايف، يعني الحياة تيجي من حياة قبليها. زي إحنا زي إيش بنحكي؟ البكتيريا مثلا لما تنقسم، تمام، أنا كان عندي بري إكزيستينج لايف، لما انقسمت صارت أعطت لايف جديد. فهي نظرية البيوجينيسيس، إنه اللايف لن تأتي إلا من لايف سابقة لها، تمام، يعني اللايف لن تأتي من عدم، ماشي. ولكن الإيبيوجينيسيس لا، هي نظرية ثانية بحكي لك أنت ممكن الحياة تيجيك من نون ليفينج لايف، تمام، يعني تيجيك أشياء عايشة من أماكن غير عايشة. زي إيش مثلا؟ بحكي لك الجبنة، بتعرفوها الجبنة الفرنسية اللي بتكون على شكل زي هيك، بتكون على شكل مكعب، شو مكعب، اللي هو هذا المثلث، عرفتوه، اللي بيكون هيك مليان ثقوب. هاي نظرية ليش حطوها؟ بهالزمن هيك شافوا الدودة طلعت من هون من الجبنة، فبيحكوا لك هاي نظرية الايبيوجينيسيس، تمام. هاي هي يعني واحدة من اللي فعلا المعتقدات اللي كانت زمان قبل. طيب، فهون البيوجينيسيس، راح نحكي ان شاء الله البيوجينيسيس. مين اثبتها؟ اللي هو لويس باستور، ولكن في معلومة ثانية عن البيوجينيسيس راح نشوفها في نهاية المحاضرة او خلال المحاضرة، تمام. طيب، وكما هي عادتنا دائما لما نبدا المحاضره بنشوف التعريف. فشو هو المايكروبيولوجي؟ كلمه مايكرو معناها تايني اند سمول، بيو معناها ليفينج، ولوجي معناها ستدي، تمام. فايت از ذا ستدي اوف تايني اور فيري سمول ليفينج اورجانيزمز، ماشي. فهاي المايكروبيولوجي. طيب، هسه في عندي هون بحكي لي انه هذا المايكروبيولوجي عباره عن علم جديد ما صلوش 100 150 سنه، وقبل ما يطلع علم المايكروبيولوجي كانوا يفكروا انه الامراض سببها اكسترا اوردينري فورس، يعني هيك قوه خارقه وقوه شريره هي اللي بتاثر على البني ادم وبتخليه يمرض. ما كان في اساس علمي للموضوع يعني، تمام. فهاي اللي عجق الدنيا. طيب، هون بحكي لي نفس الشيء، انه بيبل رجعت انه كانت تحكي عن المرض هي ارواح شريره، ولكن احنا حاليا مثلا بنقدر نجزم 100% انه الانفلونزا سببها فايروس، تمام. ليش؟ لانه تطور العلم عندنا وقدرنا نعرف هذا الشيء، تمام. ايش في هون؟ ايش في هون؟ صراحه هون كلياتها يعني ترجع تنعاد نفس الفكره، انه احنا بنعرف والله مثلا الابيليبسي هي اللي هو الصرع، نوبات الصرع عباره عن مرض في الجهاز العصبي في السي ان اس، ولكن زمان برضو كانوا يفكروها ايفل سبيرتس، فكلياتها نفس الافكار قاعده بتنعاد، تمام. الان نيجي على المايكروسكوبس. المايكروسكوب شو هي؟ المايكروسكوب هي عباره عن اوبتيكال انسترومنت ذات از يوزد تو اوبزرف تايني اوبجكت، يعني عباره عن اداه بصريه، تمام، اداه بصريه بتستعمل عينك فيها لحتى تشوف الفيري تايني اوبجكت، تشوف الاجسام الصغيره جدا، تمام. وهاي الاوبجكتس اللي بشوفها تحت المايكروسكوب عاده ايش؟ ما بقدر اشوفها بالعين المجرده، تمام، بالان ايدد هيومن اي او النيكد اي، تمام. فهاي المايكروسكوب يعني بتكونش هالواسطة أعرفكم عليه صراحة، يعني قرفتوا هذا الفصل بلا بالبي. طيب، هسا أول مايكروسكوب، هذا سؤال امتحان، أول مايكروسكوب مين اخترعه؟ اللي هو أنتون فان إيش؟ أنتون فان
ليفن هوك. أنتون فان ليفن هوك هو أول من استعمل الميكروسكوب، عشان هيك بسموه الفادر أوف مايكروبيولوجي، فادر أوف إيش؟ أوف مايكروبيولوجي، أب علم الأحياء الدقيقة، لأنه هو اللي اكتشف الميكروسكوب واستعمله لأول مرة. تمام؟ هسه معلومة مهمة وتصنيف مهم لازم تكونوا عارفينه، اللي هو كيف الميكروبات أنا كيف بصنفها. تمام؟ هسه أول شيء، أول معلومة تعرفوها، إنه الميكروبز آر يوبيكويشس أو يوبيكويتس. شو يعني؟ يعني they are available everywhere، موجودات في كل مكان. تمام؟ وين ما كنت، أنت على الحيط اللي بتلمسه، على إيديك، عليك هسه وانت بتحضر اللايف يعني لا عليك ميكروبات، في ميكروبات عايشه على جسمك. تمام؟ فايت از فاوند افري وير. هاي الميكروبات تنقسم الى سيلولار مايكروب، وفي ميكروبات ثانيه عباره عن ايش؟ نون سيلولار مايكروب او اي سيلولار مايكروب. تمام؟ يعني الميكروب بيكون عباره عن خليه، وهناك ما بيكون عباره عن خليه، يعني ما بيكونش عايش. لما نحكي عن شيء ما بيتكون من خليه، يعني هو شيء ميت. تمام؟ او بارتيكل بيكون. وهذا السيلولر مايكروب بنقسم، احنا بنعرف اي خليه، الخلايا لشو بتنقسم؟ بتنقسم لا حقيقيه النواه يوكاريوت، وايش؟ لا بروكاريوت اللي هي غير حقيقيه النواه او بدائيه النواه. تمام؟ رجعنا احنا للبيو هون بعدين بنراجع. اليوكاريوت هذول بيكون لهم ترو نيوكليوس وي ار جولجي ابارتس. تمام؟ بيكون لهم هاي العضيات. واليوكاريوت في تحتيها كم عائله؟ في تحتيها ثلاث عائلات، اللي هم الالجي الطحالب، البروتوزوا الاوليات، وايش؟ الفنجاي. تمام؟ الطحالب، البروتوزوا والفنجاي. والبروتوزوا مثال جدا مهم اللي هو البلازموديوم اللي بسبب الملاريا. تمام؟ هون الفنجاي بيحكي لي انه بتسبب امراض، خصوصا في الناس الاميونو كومبرومايزد. اميونو كومبرومايزد راح يرجع يمر معنا المصطلح بمحاضره 13، اللي هو الناس اللي مناعتهم ضعيفه، ويك اميون سيستم. تمام؟ فهذول اللي هم السيلولر مايكروبس، الجي وبروتوزوا وفنجاي. السيلولر ايوكاريوتك. هسه في عند السيلولر بروكاريوتك، هذول اللي ما عندهم نوع. تمام؟ وبنقسمه الى بكتيريا واركيا. تمام؟ فالبكتيريا والاركيا هم عباره عن بروكاريوتيك سيلولار مايكروبس. ماشي؟ هاي البكتيريا برضو بسموها ايوبكتيريا. والاركيا بحكي لك، الاركيا كلمه ارك، ارك او اركي معناها الاثر. تمام؟ او الاثار. تمام؟ فعشان هيك الاركولوجيست ايش هو؟ هو عالم الاثار. فالاركيا ليش هيك سموها؟ لانه هي اول بكتيريا كانت موجوده على سطح الكوكب. تمام؟ فالاركيا هيك يعني هم فكروها انه هي من زمان زمان موجوده، تقريبا من بدايات وجود الكوكب. تمام؟ فعشان هيك هم they are considered extreme fields، يعني بيعيشوا في حالات اكستريم، في حالات جدا شاذه، بدهم حرارات عاليه وبدهم ضغط عالي وبدهم اعماق زي هيك. تمام؟ فهي الاركيا والبكتيريا. الان ننتقل للعائله الثانيه، واللي هي الاي سيلولر مايكروبس، اللي هي النون ليفنج، ما عندها خلايا. طب شو هم هذول الاي سيلولر مايكروبس؟ اما بيكونوا فيروسز، واما بيكونوا ايش؟ بريونز. وفي عندي كمان الفايرويدز اظن كمان الثالث، اللي هي راح ترجع تمر معنا كمان في المحاضره. تمام؟ فالفيروس شو هي؟ هي عباره عن نون ليفنج مايكرو اورجانيزم. تمام؟ بدخل لداخل الخليه وبستعمل الرايبوسومات اللي جوا الخليه، شفتوا ما احفروا؟ بدخل لداخل الخليه وبروح بستولع الرايبوسومات وبصنع بروتيناته منه. ماشي؟ هاي الفيروسات من شو بتتكون؟ بيكون بروتين هيك برا. تمام؟ وبيكون جواته ايش؟ اللي هو الدي ان ايه، او مش شرط دي ان ايه، اللي هي ماده الوراثه، ممكن تكون دي ان ايه ممكن تكون ار ان ايه. فمثال مهم جدا اللي هو الكورونا فيروس عباره عن ار ان ايه فيروس، ولكن السمول بوكس الفيروس المسؤول عن الجدري، تمام، هو عباره عن دي ان ايه فيروس. وهاي الجاكيت البروتيني هذا اللي من برا، تمام، اللي متغطي فيه الفيروس، بسميه ايش؟ بسميه كابسيد. كابسيد، تمام، كابسيد. هاي كابسيد، وفي عنده جواتها جينيتيك ماتيريال، وبستعمل الرايبوسومات اللي هم البروتين سينثيتيك ابراتس. مش احكي لك بروتين سينثيتيك ابراتس وتروح تخربط، هن نفسهم الرايبوسومات. هسه بحكي لي في فيروسات عندهم جينيتيك ماتيريال وعندهم بروتينات، فوق هذا كله لا، بتعززوا بزياده، بحطوا على حواليهم ايش؟ بحطوا حواليهم انفلوب بيكون عباره عن سيتوبلازمك ممبرين، زي الممبرين اللي بنعرفه مكون من فوسفوليبيدز. ماشي؟ واشهر مثال عليها اللي احنا بنعرف غسل، اللي هو الكورونا. تمام؟ الكورونا عباره عن انفلوبت فيروس، عشان هيك انت بس تغسل ايديك او باي ماده كحوليه خلص بتقضي عليه. تمام؟ بس بالعاده النون انفلوبت اللي هم بيكونوا بس عباره عن اللي هم الكابسيد والجينيتك ماتيريال، بيكون ايش؟ بيكون يعني اصعب انه نقضي عليه. تمام؟ هاي بالنسبه للفيروسات. الثانيه اللي هي البريونز. تمام؟ البريونز هي عباره عن بروتينيشيوس انفكشوس بارتكلز. بروتينيشيوس ايش؟ انفكشوس بارتكلز، يعني بتكون عباره عن جزيئات او مواد صغيره بتكون لها زي خصائص البروتين، يعني كانها عباره عن بوليبيبتايد. تمام؟ هاي البوليبيبتايد ايش مالها؟ انفكشوس، معديه، بتسبب امراض. تمام؟ واشهر مثال على البريونز اللي هي ايش؟
اللي هي مرض الماد كاو ديزيز. مرض الماد كاو ديزيز اللي هو اللي بسبب جنون البقر، تمام؟ هذا البريونت بتسبب جنون البقر، ماشي؟ هسه المايكرو اورجانيزمز بتنقسم برضه لباثوجنز ونون باثوجنز. يعني هل كل المايكرو اورجانيزمز بتسبب امراض؟ لا اكيد، احنا اللي عايشين على جسمنا في كثير مايكرو اورجانيزمز عايشه على جسمنا ما بتسبب امراض، تمام؟ فالمعلومه الصادمه في الموضوع انه بس 3% ايش؟ هم باثوجنز، تمام؟ مسببات امراض. باقي 97% كلهم عباره عن نون باثوجنز، متخيلين انتم؟ 3% هن اللي بسبب الامراض و97% عباره عن نون باثوجنز بلاقيها في الانديجينس مايكرو فلورا اللي هي ايش؟ البكتيريا اللي ساكنه طبيعيا داخل الجسم، تمام؟ اللي ساكنه وما بتاثر علي وما بتضر. فهي الانديجينس مايكرو فلورا. فهي هنا رجع عرفها مره ثانيه، طبعا وين بلاقيها؟ بلاقيها على السكين بالجي اي تي بالاورال كافيتي، ماشي؟ الانديجينس مايكرو فلورا هي مايكرو اورجانيزمز ذات ليف وذين اور بوديز، تمام؟ اللي هي اللي عايشه داخل جسمنا، والانتي بايوتكس ممكن تقتل هاي المايكرو فلورا. فعشان هيك اذا انت بتستعمل المضادات الحيويه بدون يعني بدون ما تكون منتبه او بدون مش عن معرفه يعني، هذا الاشي ممكن يضرك انك انت بتقتل الاندوجينس مايكرو فلورا اللي جوا جسمك. في لها عده اشياء حلوه ممكن تسويها، اللي هي انها بتحميك من الباثوجنز، بتفرز فيتامينات بتفيدك، وكمان واحده من السايد افكتس انك تقتل الاندوجينس مايكرو فلورا اللي هي امراض ممكن تؤدي الى الديابي اللي هو الاسهال، تمام؟ ليش؟ لانه انت هسه مثلا في عندك هاي معدتك، تمام؟ وفي عندك بكتيريا ساكنه جوا طبيعيا، ماشي؟ هسه ممكن اذا انت اصبت بعدوى فيروسيه، تمام؟ انت شو بدك تاخذ؟ بدك تاخذ مضاد فيروس، تمام؟ انت رحت ايش شمطت انتي بايوتيك او انتي بكتيريال، تمام؟ فدخل هذا الانتي بكتيريال وايش وراح ضرب لك الاندوجينس مايكروفلورا. الانتي بكتيريال ما راح يضرب الفيروس. فاذا انت قتلت الاندوجينس مايكروفلورا انت هيك بتكون فتحت مجال لبكتيريا ثانيه ساكنه جوا معدتك وبتسبب لك امراض. يعني انا في عندي هون بكتيريا زرقاء عادي عايش طبيعي مع البكتيريا الخضراء، البكتيريا الخضراء بتحميني من البكتيريا الزرقاء. طب اذا انا اخذت انتي بايوتيك وقتلت البكتيريا الخضراء، البكتيريا الزرقاء بتاخذ راحتها وبتروح بتسبب لي امراض. وضحت الفكره؟ هاي الوحده من السايد افكتس لانك تقتل الاندوجينس مايكروفلورا. وبحكي لي هون معلومه انها بتشكل 50% من الاستول من البراز. الان في عندي مصطلح مهم واللي هو الاوبورتونستيك باثوجنز اللي هي مسببات الامراض الانتهازيه، يعني بتنتهز الفرصه لحتى تسبب المرض. كيف يعني؟ يعني بتستغلك وانت مناعتك ضعيفه وبتروح بتضربك، تمام؟ او بتستغلك وانت لساتك ولد صغير وبتروح بتضربك، او بتستغلك لما تكبر وبيكون برضه جهاز المناعي تاعك راح وبتروح بتضربك. او ممكن مش هيك بس، ممكن مثلا هاي البكتيريا الخضراء اللي حمتك بالمعده هي عادي شغاله كويس، بس اذا راحت على مثلا على اليورينري بلادر، تمام؟ اذا راحت على اليورينري بلادر شو بتسوي لك؟ ممكن تسبب لك مثلا التهابات في اليورينري بلادر، تمام؟ فزي هيك انها يا اما تغير مكانها يا اما انه مناعتك تضعف، تمام؟ وفي مثال عليها اللي هو الاشريشا كولاي، هو عايش في الامعاء بشكل طبيعي ولكن اذا كان موجود في اليورينري بلادر او البلاد ستريم ممكن يسبب لك مرض، تمام؟ فهاي الاوبورتونستيك باثوجنز. هنا عندي هاي يعني هنا فيها شويه حفظ اللي هي بعض الانفكشوس ديزيزز واسبابها. ففي عندي التايفويد فيفر، التايفويد فيفر اللي هي حمى التيفويد بسببها بكتيريا بسميها سالمونيلا تايفي، سالمونيلا تايفي، وتذكر تايفويد مع تايفي. عندي مرض الانثراكس اللي هو الجمره الخبيثه بسببه مسبب مرض شو بسميه؟ باسيلس انثراسيس، يعني انثراكس مع انثراسيس هي نفس الكلمه، اصلا هم سموا المرض يعني على اسم البكتيريا. وعند الثالث الفيبريو كوليرا مع الكوليرا ديزيز. طيب هاي بالنسبه لهي الصفحه. الان السابروفايتس، السابروفايتس هي عباره عن نوع من البكتيريا. شو وظيفتها؟ وظيفتها تحلل المواد من الاورجانيك ماتيريال الى ان اورجانيك ماتيريال. فشو حكينا؟ تحول من اورجانيك لان اورجانيك. بتروح تحول الاكل اللي انا باكله او مثلا الاجسام الميته، بتروح هاي عباره عن مواد عضويه، بتروح هاي البكتيريا عليها وبتحللها لمواد غير عضويه ممكن تستفيد منها التربه، وهي بتستفيد منها برضه زي الفوسفات والنيتروجين والسي او 2 والاتش 2، تمام؟ وفي لها وظيفه جدا مهمه في الريسايكلينج اوف كربون اند نيتروجين، في عمليه تثبيت النيتروجين وتنقيه الهواء، تمام؟ ولازم انا خلال عمليات تنقيه المي اتاكد انه ايش؟ اتاكد انه ما يكون فيها ابدا من هاي السابروفايس او من البكتيريا بشكل عام، تمام؟ هسه المواد اللي ممكن تتحلل، في عندي مواد ديجريدبل
degradable. عندي ايش؟ non degradable، تمام؟ non degradable زي ايش؟ زي البلاستيك، تمام؟ وهاي هون هذا احنا بماده المايكرو جانا سؤال، فهنا يعني انا اظن غالبا انه يجيكم سؤال اللي هو 1 جرام اوف سويل شو فيه؟ في 10 تو ذا باور اوف 9 مايكرو اورجانيزمز، في مليار مايكرو اورجانيزم 10 اس 9، تمام؟ هاي الجدول هذا مش مطلوب منكم تحفظوا شيء منه، تمام؟ ولكن مهم تعرفوا اللي هي الباثوجينز تنقسم لألجي، بكتيريا، فنجاي، بروتوزوا، فيروسز، وتقسيماتها من حيث السليولر والاسليولر اللي حكيناها فوق، تمام؟ الآن عندي هون السايكل اوف نيتروجين، اختصر لكم هاي اللي موجود هون، بحكي لي انا في مش انا في عندي نيتروجين بالهواء، عندي N2 بالهواء. بروح عندي بالتراب في نوع بكتيريا شو بيسوي لي؟ بروح بجيب هذا N2، تمام؟ وبروح بحوله لأمون، تمام؟ بروح بحوله لايش؟ لأمونيا اللي هي NH4، تمام؟ هاي الـ NH4 أو NH3 والله ناسي بالضبط، الـ NH4 بروح بكتيريا ثانية بتحول لي إياها لنايتريتس ونايترايتس، تمام؟ NO2 وNO3، ماشي؟ وهي الـ NO2 والـ NO3 في بكتيريا ثانية بتمسكها وبتحولها لـ N2. طب شو بستفيد منها؟ ممكن النباتات اللي عايشة تحت اللي عايشة بهاي التربة بتستفيد من هاي المواد اللي أنا أخذتها النايتريتس والنايترايتس، تمام؟ الفود سايكل أو دورة الطعام ودورة الأكل اللي هي إنه بس بحكي لك إنه كيف مثلا بيكون عندي very tiny living organisms زي البكتيريا والألجي تتغذى عليها كائنات حية أكبر منها، بعدين تتغذى عليها كائنات حية أكبر وأكبر وأكبر لحتى نوصل لعنا إحنا عند البني آدم اللي إحنا بناكل كل أنواع الكائنات الحية، سمك وخفافيش ونطبل العالم كورونا عادي ما عندناش مشكلة، تمام؟ فهاي معلومة حلوة اللي هي إنه الهيومنز ار اون ذا توب اوف ذا فود تشين، سلسلة الأكل الهيومن هو على قمتها بيقدر يأكل أي شيء. طبعا هو مش بيقدر يأكل أي شيء بس إنه يعني هو المتحكم نوعا ما، تمام؟ هسه بحكي لي هون المايكرو اورجانيزمز بقدر استفيد منها واستعملها، تمام؟ بقدر استعملها لحتى اصنع الالكوهول بيفرجز اللي هي المشروبات الكحوليه، بقدر استعملها للاطعمه، بقدر استعملها في صناعه الانتيبيوتكس اللي هي المضادات الحيويه، بقدر استعملها في صناعه الكيميكلز اللي بتنفعني، تمام؟ واللي بستفيد منها في الصناعات. وهون هذا المثال بس تشوفوا هاي الاشياء عليها هايلايت لانه برضه جداول زي هيك يعني العادة دكتور ما راح يجيب منهم، بس تعرفوا هاي الأربع أشياء الرئيسية الالكوهوليك بيفرجز الفودز والأنتيبيوتكس والكيميكلز هاي كلياتها ايش موجودة. وهنا عندي بعض الأمثلة نمر عليهم سريعا، في عندي بكتيريا لاكتوباسيلس، لاكتو تذكروا لاكتو معناها حليب، تمام؟ فلاكتوباسيلس اللي هي ايش؟ الملك برودكت مسؤولة عن إنتاج الحليب. أسيتوباكتر تذكروا أسيتو من أسيتيك أسيد، أسيتيك أسيد اللي هو الخل، الأسيتيك أسيد هو نفسه الخل، تمام؟ فهي الأسيتوباكتر بتنتج الأسيتيك أسيد. في عندي ثالث اللي هي ساكارومايسيز سيرفيسيا، تمام؟ تذكروا كلمة ساكارو، ساكارو ايش يعني ساكرايد؟ ساكرايد معناها سكر، تمام؟ فهاي البكتيريا مسؤوله انها تحول لي الجلوكوز الى ايثانول لكحول. وشو بيستفيدوا منها؟ بيستفيدوا منها في تصنيع المشروبات الكحوليه والخمر يعني. الله يجيرنا ويجيركم منه. اللي بعدها اللي هي ستريبتومايسيز بكتيريا، وستريبتومايسيز هاي بتصنع لي الانتيبيوتكس. البنسيليوم فنجاي عباره عن فطر بصنع لي ماده البنسلين البنسلين وبستعملها كمضاد حيوي. سيفالوسبوريوم بصنع لي سيفالوسبورينز وبرضه بستعملها كمضاد حيوي. وايش؟ السلفونامايدز هي عبارة عن نوع من المضادات الحيوية الانتيبيوتكس ولكن بتكون ايش؟ سينثيتك مصنع، تمام؟ بصنعها جوا اللاب. طيب فهاي هون الأدوية، بس هذول هيك يعني هذول حفظوا عادي ممكن يجوا، بس هذول ذكرهم الدكتور مني. طيب هون الهولز اند ايز مش كثير مهم اللي هون. الآن في عندي تو كاتيجوريز اوف ديزيزز، تمام؟ في عندي نوعين من الأمراض المتسبب من قبل الباثوجنز. في عندي شيء بسميه انفكشوس ديزيزز وشيء بسميه مايكروبيال انتوكسيكيشنز. مايكروبيال ايش؟ انتوكسيكيشنز. الانفكشوس ديزيزز اللي هي انه مسبب المرض كلياته يدخل داخل جسمي ويعمل كولونيز او يسوي كولونايزز ان ذا بودي، تمام؟ هاي معناها انه يفوت ويستعمر في الجسم، تمام؟ فهي بسميها انفكشوس ديزيز، يعني انت هيك انت، تمام؟ بيكون مسبب المرض وين؟ بدخل كلياته بفوت لجوا مثلا بالمعده وبسبب لك امراض، تمام؟ او بالمايكروبيال انتوكسيكيشن اللي هي انه انا هاي البكتيريا بعدها برا، تمام؟ بكتيريا بعدها برا بتصنع لي ماده سامه، تمام؟ وهاي الماده السامه انا اللي بدخل، يعني انا بدخل على جسم الماده السامه اللي انصنعت، ما بدخل على جسمي كل البكتيريا، تمام؟ فهي it results when a person ingests a toxin. التوكسين اللي هو البويزنس سبستنس، تمام؟ that has been produced by a pathogen in vitro. كلمة in vitro معناها خارج الجسم،
ان فيفو معناها داخل الجسم، تمام؟ وهنا في بعض الأمثلة عليها، الـ MRSA infection والـ gas gangrene، تمام؟ هاي MRSA نوع بكتيريا، والـ gas gangrene اللي هي الغرغرينة. في عندي هون الستافيلوكوك الفود اللي هي بالميكروبال انتوكسيكيشن فود بويزنينج، أو الفود بورن بتوليزم، هذا مرض بتوليزم بيسبب لي شلل في العضلات. طيب الآن في عندي يعني المدى تاع الميكروبيولوجي بينقسم لعدة أشياء، يعني المدى الميكروبيولوجي جدا واسع وبدرس كثير أشياء. طيب ف في عندي اولا البكتيريولوجي، من اسمه بكتيريولوجي، بكتيريو من كلمه بكتيريا، اولوجي معناها ساينس، فايتس ذا ستدي اوف بكتيريا سواء الستركتشر او الفانكشن او الاكتيفيتيز. في عندي انا من هذول كلياتهم بس بدي اياكم تذكروا ثنتين لانه هم هذول الغريبات، الفايكولوجي والمايكولوجي. الفايكولوجي بدرس فيها الالجي، تمام؟ بدرس فيها الايش؟ الالجي. وهاي الالجي عاده ما لها علاقه، يعني ما بتسبب امراض، هي عادي عايشه طبيعي، ولكن انا بدرسها بحكم انها مايكرو اورجانيزم، تمام؟ او المايكولوجي اللي هي الفنجاي، تمام؟ في كلمه مايكو تدل على الفنجاي. هسه في عندي هذول الباقيات، بروتوزولوجي معناها للبروتوزوا، الفيرولوجي للفيروس، وهي الفيرويد اللي حكيت لكم عنها اول شيء اللي هي عباره عن النيوكليك اسيد، تمام؟ النيوكليك اسيد بسبب لي مرض، تمام؟ هذا النيوكليك الاسيد لما يسبب لي مرض بسميه فيرويد، تمام؟ يعني اذا النيوكليك اسيد دخل على الجسم سبب لي مرض بسميه فيرويد، اذا البروتين لحاله دخل على الجسم سبب لي مرض بسميه بريون، تمام؟ الجينيتك ماتيريال مع البريون شو بسميها؟ بسميها فيروس، تمام؟ هاي الفكره. المايكروبيولوجيست اللي هو ساينتست هو ستاديز مايكروبيولوجي ساينس، فهو العالم الذي يدرس المايكروبيولوجي. وفي عندي عده فيلدز وعده مجالات للمايكرو بيولوجي ممكن انا استعملها في الميديكال، فحتى استعملها يعني لحتى اتعرف على الميكروبز اللي بتعدي البني ادم واللي بتسبب له امراض، ممكن ادرسها في الطب البيطري لحتى اشوف اللي بتسبب امراض في الحيوانات، ممكن استعملها في الزراعه زي مثلا اللي هي تخصيب التربه، ممكن استعملها في السانيتري اللي هي في تنقيه المياه وفي الصرف الصحي، ممكن استعملها اندستريال في الصناعات اللي هي لحتى اصنع مواد معينه زي الكحول وغيره، زي ما حكينا اللي هي هذيك السكارومايسيز، هاي سكارومايسيز بكتيريا اللي هي اللي بتحول الجلوكوز لإيثانول، هاي بستعملها اندستريال يعني في الصناعات، ماشي؟ او ممكن ادرسها في الفسيولوجي اللي هي ستدي بروبرتيز اند ميتابوليزم اوف ذا مايكروبس، يعني ان انا ادرس كيف هاي الخليه بتعيش، او بدرس الجينيتكس اللي هي بستعملها في الجينيتكس، يعني مش بس ادرس الجينيتكس، لا بستعملها في الجينيتكس، ممكن استعملها في مثلا صناعه مواد، يعني انه انا اجيب مثلا بكتيريا اسوي لها جينيتك انجينيرنج، تعرفوا الجينيتك انجينيرنج صح؟ اللي هي التعديل الجيني، اني انا ادخل جزء من ماده وراثيه على البكتيريا، خليني احط لها اللون هذا، ادخل ماده وراثيه على البكتيريا واخلي البكتيريا مثلا تصنع لي البروتين تاع هاي الماده الوراثيه، تصير تعمل لي ترانزليشن لهذا الجين وتصنع لي بروتين معين. وهذا الشيء ترى كثير بيستعملوه بالفاكسينز وحتى بال يعني البروتينات التعويضيه او خصوصا بالهرمونات، الناس اللي عندهم نقص هرمونات نمو او هرمونات ثانيه بيستعملوا فيها الجينيتك مايكروبيولوجي. اخيرا الانفايرمنتال مايكروبيولوجي اللي هي ان اشوف الميكروب كيف بتعيش مع الليفنج اورجانيزمز اللي حواليها وكيف بتسوي علاقات معها، يعني ان انا بدرس مثلا كيف البكتيريا عايشه على سطح هذا الحيوان او كيف عايشه على سطح البني ادم او كيف عايشه داخل احشائه. طيب فهاي اللي هي فيلز اوف مايكروبيولوجي. هون اللي موجوده هون عباره عن هيك قصه لطيفه وظريفه بحكي لك انه كيف بدات الحياه، مش مؤمن جدا بصحتها صراحة، بس يعني هي مذكورة معكم اللي هي بحكي لك أول إشي كان عندي نيوكليير ماتيريال، بعدين أجت هاي الأركيا ظهرت، بعدين صارت تتطور لنوع ثاني من الميكروبات زي البكتيريا وغيره، وصارت تتكون للبروكاريوتس، بعدين البروكاريوتس صارت تتكون للإيوكاريوتس، وإحنا تطورنا وصرنا بني آدم عايش عنده 11 سيستم وعنده القلب شغال والدم شغال والأعصاب شغالة، تخيل أنت أصلك أركيا يعني، شايفين لقديش؟ طيب هاي يعني بس هاي الفكرة اللي هنا وبس اقرأوها عادي، ممكن تيجي سؤال بس مش هاي هي مختصرة. طيب الآن في عندي مجموعة من العلماء بدي أشوفهم، وأول عالم معانا اليوم واللي هو أنتون فان ليفنهوك. أنتون فان ليفنهوك هو زي ما حكينا أول واحد استعمل الميكروسكوب، وهو الفاذر أوف مايكروبيولوجي، تمام؟ هو بس اخترع الميكروسكوب شاف زي الحيوانات الصغيرة اللي هم الكائنات الحية الصغيرة، فشو سماها؟ سماها animal cules. cule معناها إيش؟ صغير. فanimal cules معناها small animals، تمام؟ that can't be seen with naked eye. هيك هو سماها، يا حرام يعني كان عنيات زمان فكرها حيوانات صغيرة،
بس طلعت في الأخير بكتيريا وفنجاي. طيب كان فابريك ميرشنت عبارة عن تاجر للقماش، وبعدين صنع صنع الميكروسكوب بسنجل لينس مايكروسكوب، او سماها سمبل مايكروسكوب. تمام، كانت مايكروسكوب عباره عن عدسه واحده، بس احنا بنعرف هسه المايكروسكوبات تطورت صار فيها عدستين وثلاثه واربعه. طيب هاي بالنسبه لاول واحد انتون فان لوفن. الثاني اللي هو لويس باستور، هو عباره عن عالم كيميائي اخترع عمليه مهمه جدا ما زالت تستعمل الى الان، واللي هي عمليه الباستورايزيشن. شو فكره هاي العمليه؟ كانوا زمان ايش، بس يجوا بدهم يعني يخزنوا الخمور. تمام، الخمور كانت هاي تيجي عليها بكتيريا، شو بسميها؟ بسميها اسيتوباكتر. تمام، اسيتوباكتر هاي شو حكينا، اللي هي اللي بتفرز الخل. تمام، فصاروا يشوفوا انه اذا انا خليت الخمر يعني مخزنه راح تيجي هاي الاسيتوباكتر وتخربه. ماشي، راح تيجي الاسيتوباكتر وتخربه وتتفاعل مع الخمر يصير طعمه زي الخل. فشو سوى؟ راح اخترع لي عمليه الباستورايزيشن، اللي هي عمليه البستره، انه ينقي الليكويدز من البكتيريا اللي عايشه فيها. فهاي الارقام اللي هون جدا مهمه، يعني صار يحط الواين على درجه 63 ل 65 لمده ايش، 30 دقيقه، او 73 ل 75 لمده 15 ثانيه. وهاي هون القيم صحيحه 30 دقيقه، وهاي الزياده بس ل 10 درجات عادي بتخليها 15 ثانيه. تمام، فهاي فكره الباستورايزيشن، وهسه حاليا تستعمل لتنقيه الحليب ولمنتجات الألبان. ماشي، بس هي أصلها زي ما أنتم شايفين كانت للحفاظ على الخمور. هسا لويس باستور يعني ساهم جدا في علم الميكروبيولوجي، فهو اخترع الفاكسين للأنثراكس اللي هو مرض الجمر الخبيثة، واخترع الفاكسين للريبز اللي هو مرض السعار. تمام، أو داء الكلب بسموه. ماشي، وهنا في هيك قصة حلوة، إنه هو أول ما جرب الفاكسين تاع الريبز جربه على ولد صغير أظن اسمه جوزيف. أيوة، جوزيف. جوزيف كان مصاب بالسعار، كان يا إما إنه بيموت يا إما إنه بيموت، ما فيش حل ثاني. فكان هو هذا يعني مجرب الفاكسين هذا على الكلاب قبل هيك، وعمره ما جربه على البني آدمين. فشو راح سوى؟ أخذ إذن من أمه إنه يحقن فيه هذا المطعم. يعني هو الولد ميت ميت، فمنجرب حظنا يعني، عرفت كيف؟ فحقنه بالفاكسين هذا وعادي، يعني جوزيف عاش وبحياة آمنة وبصحة وسلامة، وكبر وتجوز وجاب صبيان وبنات. ماشي، فهاي فكرة الباستور مع الأنثراكس والرابيز. الآن طبعا هاي هون جدا مهمة، اللي هي الجولدن ايج اوف مايكروبيولوجي. هاي العصر تاع لويس باستور وتاع روبرت كوخ سموه الجولدن ايج، العصر الذهبي للمايكروبيولوجي. أضخم الاكتشافات تمت في هذا العصر. تمام، روبرت كوخ شو حلاوته؟ شو حلاوته؟ قصدي يعني شو إنجازاته؟ أولا هو عبارة عن جيرمان فيزيشن، عبارة عن طبيب ألماني. تمام، هو أول من عزل البكتيريا وزرع. تمام، the first one who isolated microbes in pure culture. تمام، وهو اللي اكتشف البكتيريا اللي بتسبب التوبركلوسز، اللي هو المايكوبكتيريوم توبركلوسز، وأيضا البكتيريا اللي بتسبب الكوليرا اللي هي الفيبريو كوليرا. تمام، وكان هو يعني من الناس المساهمين في نظرية الجيرم ثيوري. إيش هاي الجيرم ثيوري؟ ببساطة بحكي لك مبدأها الرئيسي، بيحكي لك إنه أي مرض لابد أن يكون هناك وراءه مسبب لهذا المرض. تمام، أي مرض لازم يكون وراءه مسبب للمرض، ولازم إنه يكون هذا المرض بس متعلق بهذا السبيسيفيك مايكرو أورجانيزم. تمام، كيف هو يعني، هو شو سوى روبرت كوخ؟ صار يحكي لك أنا بدي أحط شروط، إذا هذا الميكروب حققها فهيك إيش معناه إنه هذا الميكرو اورجانيزم هو اللي بسبب هذا المرض. كيف يعني؟ يعني جاب عندي فار مريض. ماشي، جاب عندي فار مريض، شو راح سوى؟ راح اخذ عينه منه وراح زرعها للبكتيريا. تمام، والبكتيريا هاي راح اخذها وحقنها في فار سليم، وراح هذا الفار السليم مرض، فراح مره ثانيه هذا الفار المريض راح طال منه هاي العينه ورد زرعها مره ثانيه ولقى نفس نوع البكتيريا. فيعني البكتيريا اللي انت سببت مرض هون وسببت مرض هون اكيد هي السبب وراء حدوث المرض. تمام، طيب فشو الاربع شروط تبعيته؟ بحكي لك اولا لازم المايكرو اورجانيزم يكون موجود في جميع حالات المرض وما يكون موجود عند الناس الاصحاء. تمام، يعني انا مثلا معي مرض صلب، معي توبركلوسيس. تمام، بحكي لك لازم المايكرو بكتيريوم توبركلوسيس يكون عندي انا ويكون عند اي حدا مصاب بالتوبركلوسيس. وشو شرطه كمان؟ انه مثلا اذا صاحبي ما عنده توبركلوسيس
يعني مش مصاب فيه، لازم هاي البكتيريا ما تكونش موجوده جوا الجسم، تمام؟ فلازم البكتيريا المسبب للمرض تكون جوا جسم مسبب جوا الجسم تاع المريض، تمام؟ جوا جسم المريض. الثانيه اللي هي انه الميكروب لازم يتم عزله، لازم نقدر ان نعزله، تمام؟ يعني اني انا اخذ عينه من الانسان المريض وايش؟ واقدر ازرعها، تمام؟ زي ما انتم شايفين هون. واقدر ازرعها هون، ماشي؟ اقدر ازرعها لحالها ببيور كلتشر. هسه بحكي لك ايش الفرضيه الثالثه؟ انه لازم بس انا اخذ البكتيريا اللي زرعتها واحقنها بصاحب السليم، لما احقنها بصاحب السليم لازم يمرض، ماشي؟ لانه هذا على شو بدلني؟ انه هاي البكتيريا هي اللي سببت المرض، يعني ما هي مسببيته عندي، مسببيته عند صاحبي اللي ما كانش عنده المرض وحقنته فيه، تمام؟ والرابعه والاخيره انه صاحبي اللي انا مرضته واعطيته هذا الدواء، شو لازم اسوي؟ لازم اقدر ارجع اطول منه هاي البكتيريا وارجع ازرعها مره ثانيه، يعني بده يمصيها تمصاي، بده يشيلها يصفيها على الاخر، تمام؟ فهاي هي الكوخس بوستوليت او اللي هي فرضيات كوخ او شروطه، تمام؟ الان في كل لكل قاعده شواذ، صح ولا لا؟ فدائما هاي القواعد كان في لها شواذ، ففي عندي مثلا بعض انواع المايكرو اورجانيزمز خالفت هاي القاعده، واللي هي ايش؟ الاوبليجيت انترا سيلولار باثوجنز، هذول عباره عن باثوجنز ما بيعيشوا الا داخل الخلايا، يعني ما بتقدر تعمل لهم بيور كلتشر لحالهم، ما تقدر تعيشهم باللاب هيك في بيئه لحالها وتزرعها، لا. لازم انها تعيش جوا خليه، تمام؟ فعشان هيك في عند الفيروسز والريكيتسيا والكلاميديا، هذول ثلاث انواع هم اوبليجيت انترا سيلولار، اوبليجيت يعني اجباري، انترا سيلولار معناها داخل الخليه، تمام؟ فاوبليجيت انترا سيلولار معناها لازم يعيش داخل الخليه، وما بيقدر يعيش الا جوا الخليه، يعني مش راح اقدر ازرعه برا في اللاب، تمام؟ هاي هي من الاستثناءات تاعت الكوخس بوستوليت. وضحت الفكره؟ انا بدي اتاكد انه هون واضحه 100%، لانه حاسس انه هاي الشغله عجقه شوي. ليش ضروري سبب للشخص الثاني؟ مش ممكن يكون عنده مناعة؟ هو أكيد، ولكن في نظريته هاي يعني بيكون مفترض أنه عادي الاثنين مناعتهم سليمة، يعني ما في واحد والله مثلا عنده إيدز ومناعته مضروبة، لا. يعني يكونوا الاثنين بنفس الظروف، أني أنا أشيلها وأقدر أحطها مرة ثانية بواحد تقريبا نفس المناعة أو يعني نفس الظروف، وترجع تسبب المرض هناك. يعني الفكرة اللي بده إياها هو روبرت كوخ أنه أنا ما بدي البكتيريا تكون موجودة في مكان وما تسبب مرض. وضحت الفكرة؟ هاي هي. أعيد تجربة كوخ تبعت الفار. طيب ماشي يا سيدي، أبشر. بس هيك سريعا مرة ثانية، خلينا أكبرها. هنا شو سوى روبرت كوخ؟ في عندي فار مريض مسكين، ماشي؟ هذا الفار المريض المسكين راح أخذ منه عينة من دمه، ماشي؟ وراح زرع البكتيريا اللي سببت له المرض، تمام؟ زرع البكتيريا اللي سببت له المرض. فانا هون ايش؟ قدرت اعزل مسبب المرض، يعني انا هون حققت الشرط الثاني. الشرط الاول كان انه لازم مسبب المرض يكون موجود في الحاله المرضيه، وحققها باول وحده، تمام؟ اني انا موجود البكتيريا هون عند هذا الفار. الفرضيه الثانيه انه لازم هاي البكتيريا اقدر اعزلها وانميها او ازرعها على البيور كلتشر، تمام؟ ازرعها هون على هذا البيتري ديش، تمام؟ هذا البيتري ديش هسه جايينه، تمام؟ الثالثة اللي هي انه ايش؟ اني اقدر هاي البكتيريا بس اخذها من هاي المكان اللي زرعته واحقنه في فار سليم عادي عايش في امان، في امان، اجي احقنه بهاي البكتيريا، شو راح يسوي؟ هذا الفار راح يروح يمرض، تمام؟ فهاي الثالثة انه لازم البكتيريا اللي انا عزلتها وزرعتها وطلتها وحقنتها بفار سليم انه يرجع يمرض مرة ثانية، تمام؟ يعني سبب المرض عند الفار المريض اصلا، وسبب المرض عند الفار السليم اللي انا حقنت فيه. والرابعه والاخيره انه انا هذا الفار المريض، تخيل انا اخذ منه عينه ما الاقيش البكتيريا، هون فشلت يعني نظريات كوخ ما زبطتش، ماشي؟ لازم انا بس اخذ العينه من الفار السليم اللي انا مرضته، بس اخذ منه عينه ايش؟ برضو الاقي نفس نوع البكتيريا في المكان اللي انا زرعتها فيه، تمام؟ واضحه هيك؟ وحكينا الاستثناء اللي هو الفيروسز والكريكتسيا والكلاميديا. الفرق بين البيور كلتشر واللي بالاكسبشنز. هسه شو الفكره؟ انه في بكتيريا عادي وين ما تعيشها بتعيش، يعني اذا عيشتها باللاب على بيور كلتشر لحالها، ايش يعني بيور كلتشر؟ يعني انا احطها بهذا البيتري دش، هذا البيتري دش شو بيكون فيه؟
شو بيكون فيه؟ بيكون عبارة عن نيوترينتس موجودة فيه بس، تمام؟ اللي هي بكتيريا تقدر تتغذى عليها وتعيش، هاي البيور كلتشر معناها، تمام؟ انه يكون في عندي كلتشر وما فيها الا هذا النوع من البكتيريا فقط، هاي بيور نقية، يعني ما الاقي بكتيريا هاي والاقي معها بكتيريات ثانية، لا، لازم هاي البكتيريا لحالها تكون موجودة. تمام؟ هاي معنى البيور كلتشر. بينما الاكسبشنز هذول الاستثناءات شو بيحكوا لي؟ بيحكوا لي انه هاي البكتيريا ما بقدر اعمل لها بيور كلتشر، ما بقدر ازرعها، ليش؟ لانه من شروط حياتها انها تكون عايشه جوا خليه، تمام؟ هي اوبليجيت انترا سيلولار، فانا لحتى ازرعها لازم اسوي لها اللي هي السيل كلتشر، اذا بدي ازرعها ازرعها وين؟ ازرعها جوا خليه، ما بقدر ازرعها على بيتري ديش موجوده في نيوترينتس، تمام؟ هذا الفرق يعني ما بينهم. المضادات الحيويه بتعالج بس عدوى البكتيريا وكمان عدوى الفيروس. هذا السؤال الذي حير الملايين، تمام؟ وهو هذا السؤال انا غالبا يعني عارف انه لمحاضره 14 اللي هو دكتوركم حكى الانتي بايوتكس هي ايش؟ هي اي يعني اي مضاد حيوي انا باخذه من مصادر طبيعيه، من مصادر حيه، تمام؟ يعني باخذها من فنجاي، باخذها من بكتيريا، هاي معناها انتي بايوتك، يعني مش اني صنعتها، تمام؟ هسا بهذيك المحاضره الدكتور حكى لك لا، انا هاي الانتيبيوتيك بتقتل كل شيء، الفيروسات والبكتيريا والفنجاي وغيره. بس المتعارف عليه يعني انت لما تروح على المستشفى وتحكي لدكتور اعطيني انتيبيوتيك، هو راح يعرف مباشره انه بدك ايش، بدك مضاد حيوي اللي بقتل البكتيريا، تمام؟ ولكن هناك يعني كل المحاضرات مطلوب منكم انكم تعرف الانتيبيوتيك هي بتقتل البكتيريا. فهذيك المحاضره 14 بحكي لك انه لا، الانتيبيوتيك هي قد تقتل كل الكائنات الحيه. مش يعني مش كثير المعلومه حاسس بيجي عليها اسئله صراحه، بس هو تعريف اللي موجود في المحاضرة 14 يعني إذا بده يسأل عن إشي. البيتري ديش كليفينج انفايرومنت؟ لا، مش ليفينج انفايرومنت، لأنه البيتري ديش موجود بس نيوترينتس، ما في خلية، أنا ما حقنت البكتيريا جوا خلية، حطيتها في انفايرومنت تقدر تعيش فيها، لا أكثر، تمام؟ طيب ننتقل لباقي العلماء. أول واحد الآر جي بيتري هو اللي اخترع البيتري ديش اللي ورجتكم إياه فوق اللي زرعت فيه البكتيريا، تمام؟ هاي اللي انوتش تو كلتشر بكتيريا اون سوليد ميديا، تمام؟ وشو هاي السوليد ميديا؟ اللي هي الاجار، تمام؟ الاجار هذا عباره عن بوليساكرايد، تمام؟ بوليساكرايد بيعطيني الجيلي ميديا اللي انا راح ازرع فيها البكتيريا، فانا بكون عندي هذا هيك الصحن بيتري ديش وبيكون عندي جواتها ايش؟ عباره عن اجار، تمام؟ هذا الاجار هو السوليد ميديا اللي بقدر اعيشه في البكتيريا وبيكون فيها النيوترينتس اللي بتلزمها من سكر، من اكسجين وغيره. طيب فهون عندي ار جي بيتري هو اللي اكتشف البيتري ديش، الفروهس هي اللي اكتشفت الاجار او هي اللي اقترحت استعمال الاجار، الاجناز سيميلويس هو الفذر اوف انفكشن كنترول، ها كان هو اللي اكتشف انه في كان يعني الامهات عند عمليات الولاده صار اكتشفوا انه كانت كل مره بتيجي كان يصير عندها حراره، شو سموها؟ بيربيرال فيفر، تمام؟ بيربيرال فيفر. شو هاي؟ هذا الإجنس سيميلويس شو سوى؟ اكتشف انه هاي الحمى كان سببها جزيئات جاية من جثث، يعني الدكتور بتلاقيه رايح يشرح الجثة وبرجع عند الأم اللي بدها تولد بدون ما يعقم إيديه، تمام؟ فكانت هاي عملية عدم التعقيم هي اللي سببت هاي الحمى عند الأمهات، ماشي؟ فعشان هيك بسموه الفيذر اوف انفكشن كنترول ان هوسبيتالز، اللي هي عملية أو أب التحكم في العدوى أو السيطرة على العدوى في المستشفيات، هذا إجنس سيميلويس. جون سنو هو عبارة عن الفذر اوف ابيديميولوجي اللي هو اب علم الاوبئة، والابيديميولوجي اللي هو انا بدرس فيه كيف الامراض بتنتشر على مستوى العالم وقديش احصائيات وقديش نسبة الوفيات وبتأثر على الكبار ولا على الصغار وغيره، هاي الابيديميولوجي، تمام؟ وكان اشتهر بدراسته لمرض الكوليرا. اللي بعديه رودلف فيركوخ او فيركو واللي هو اول واحد اللي يعني اللي وضع اقتراح انه لايف كم فروم existing life، واحنا حكينا انه برضه رودولف فيركو هو اللي ايش؟ هو اللي اكتشف الميكروسكوب اول من استعمل الباثولوجي. عفوا مش اكتشف الميكروسكوب، اللي قطع العينات لثين سكشنز درسها تحت الميكروسكوب، تمام؟ فهذا رودولف فيركو. فهون هاي الشغله المهمه اللي حكيت لكم عنها اول المحاضره، انه عندي رودولف فيركو هو هي سبوزد ذات لايف كم فروم existing life، هو اللي اخترع البيوجينيسيس ثيوري، ولكن مين اللي اثبتها؟ من اللي اثبتها؟ حكينا عنه اول المحاضره اللي هو مين؟ لويس باستور، هو اللي اثبت الايش؟ اللي اثبت البيوجينيسيس، تمام؟ اخيرا وليس اخرا هيبوكريتس اللي هو ابو قراط حبيب الملايين، هو اب الطب، فذر اوف ميديسن،
وبحكي لي هون معلومة صغيرة إنه هايجيا هي بنت هيبوكريتس اللي إيش اللي كلمة هايجين من التعقيم يعني أجت من هايجيا اللي هي بنت أبو قراط، تمام؟ وهاي هيك القصة ليش سموها هايجيا وليش من وين أجت كلمة هايجين، تمام؟ هنا آخر يعني ملاحظة على المحاضرة اللي هي إنه كورونا عبارة عن opportunistic pathogen. شو يعني opportunistic؟ حكينا إنه هي انتهازية، بتستغلك وأنت مناعتك ضعيفة، بتستغلك وأنت حالتك مش كويسة، أو مثلا بتكون هي عايشة بمكان يعني بتكون عايشة بمكان معين في جسمك، ولكن إذا راحت على مكان ثاني بسبب لك مرض، فهي opportunistic pathogen. طب ليش الكورونا بس بعتبرها opportunistic pathogen؟ لأنه هي بتسبب أمراض خطيرة جدا إيش؟ عند الناس اللي مناعتهم ضعيفة، تمام؟ فعشان هيك بنحكي إنه هي يعني تقريبا قاتلة لكبار السن، لأنه مناعتهم ضعيفة بتكون. بينما عند الشباب وعند باقي الناس عادي ممكن ما تكون أعراضها كثير قوية، تمام؟ فهاي بالنسبة لمحاضرة 12، في حدا لسه عنده أسئلة؟ إن شاء الله إنها تكون وضحت، يعني حاولت قد ما أقدر أوضحها. إن شاء الله إنها بتكون سهلة. في حدا عنده أسئلة محاضرة 12؟ موضوع المضادات. موضوع المضادات، شوف كلمة انتي بيوتك، كلمة انتي بيوتك معناها مضاد حيوي. يعني ايش؟ يعني بقتل اني يعني هي مادة مضادة للميكرو اورجانيزمز وبستخرجها من مصادر حيوية، من مصادر عايشة، تمام؟ هاي كلمة انتي بيوتك، هاي هي تعريفها اللي ايش؟ اللي موجود في محاضرة 14 اللي اعطاكم اياه دكتور احمد الطريفي في محاضرة الفارما واللي راح نراجعها بكره. ولكن الاشي الشائع، الإشي الشائع واللي إحنا بنعرفه أن المضادات الحيوية أو الأنتيبيوتكس هي أي مادة بتقتل البكتيريا. يعني هي عبارة ترى عن مفهوم غلط، يعني غلط تسمية، تمام؟ بس إذا بده يجيكم تعريف أنا بتوقع أن المحاضرة 14 يعني هو اللي راح يسألكم عنها، لأنه هي المختصة في الأدوية أكثر إشي. بريك خلص، تمام؟ بريك زي ما بدكم. هاي الساعة 8:30 يعني لل 8:25 نحكي. كم بدها وقت محاضرة 13؟ صراحة هي أطول محاضرة من بين الثلاث، فإن شاء الله يعني بحاول لل 11 إنها تكون خالصة، يعني 11 11 وشوي إنها تكون خالصة، ما نطولش أكثر من هيك. عفوا للتسعة، شو 11؟ لا أنا آسف، مش 11. طيب خمس دقائق شربة مي. طب اسألوا أسئلة، سلوني يا أخي. معقول كل شيء واضح هيك؟ حاضر الصبح، حاضر الظهر، حاضر المساء. ما أنتم متى راح تدرسوا؟ راح تصيروا تحكوا لا بدناش ندرس عشان اللايف، تتحججوا. لا خلص مرة واحدة بتجوز أحسن يعني، وهو بالأخير مسجل يعني تقدروا ترجعوا له مرة ثانية. طيب رايكم بالخمس دقائق نسأل أسئلة هيك محاضرة 12، شو رايكم؟ أو محاضرة 11 الأشياء اللي سألناها. راح تنزل يوتيوب يا عمر إن شاء الله. غالبا يكون وقته زي هيك متأخر يعني عشان تلحقوا تدرسوا هذول ثلاث محاضرات. هاي الأسئلة بتعرفوا تسألوها، كيف الجو، كم عمرك، كيف شو الفرق بين الانفكشن والانفلاميشن. جميل. طيب الانفكشن بشكل بسيط، بس خليني انا اروح. طيب هيك، هاي هيك احسن.
ثواني. ها أنا محمد. ماشي محمد، دخلت على جسمه بكتيريا، طيب دخلت على جسمه بكتيريا ودخلت على معدته وانعدى منها، تمام؟ فشو بسميها هاي؟ بسميها انفكشن. ماشي هاي انه المسبب المرض يدخل الى داخل جسمك ويسبب لك المرض، بسميها انفكشن. ولكن الانفلاميشن هي عبارة عن عملية كاملة متكاملة على عدة مراحل ولها إشاراتها. يعني مثلا أنت لما تشوف بمكان فيه إحمرار، فيه تورم، فيه ألم، فأنا بعرف أنه هذا المكان ملتهب، تمام؟ فهاي هي عملية الإنفلاميشن، تنفرز فيها مواد تأخذوها بعدين، يعني كل إشي بوقته بالباثولوجي لاحقا، يعني راح تأخذوا هيك مساق مفصل بالإنفلاميشن كله. طيب فالإنفلاميشن بس يعني هي الالتهاب، يعني زي شو الفرق بين الالتهاب والعدوى؟ العدوى إنه بكتيريا تدخل لجسمك، ولكن الالتهاب انه يكون في مثلا تغير، والله انه الجلد مثلا صار احمر وتورم وصار مؤلم، تمام؟ هذا الفرق بين الانفكشن والانفلاميشن. عازب ولا متجوز؟ الله يجوزك يا عازب. طيب نبدا ب 13 ولا نستنى كمان شوي؟ Which is more dangerous, RNA or DNA viruses؟ الثنتين أسوأ من بعض، يعني في منهن جدا مضرات وفي منهن عادي بيقدر يعيشن معك. لا شو بيقدر يعيشن معك، شو قاعد بحكي؟ ال RNA وال DNA viruses في منهن لا، يعني بسبب أمراض طفيفة، وفي منهن لا بسبب أمراض جدا يعني صعبة. مش كثير لها علاقة RNA ولا DNA، لأنه بالأخير كله يعني الفيروس آلية عملها تقريبا نفس الإشي، إنها بتدخل وبتستعمل اللي هي الرايبوسومات اللي جوا الخلية اللي بتغزوها لحتى تصنع بروتيناتها، تمام؟ صراحة محاضرة 13 يعني جد بدي إياكم تركزوا فيها كويس. راح محتاج تفصل في كلينيكال، الحياة كلها تعب يا عبد الله، شو بدك تسوي؟ بري كلينيكال، الكلينيكال كله شو اسمه؟ كله صار حسب وجود الكابسد، ممكن يعني شكل الكابسد يلعب دور صغير، بس إذا قصدك عن الانفلوب فأه الانفلوب له دور. الانفلوبد فيروسز بيكونوا يعني الأمراض اللي بتسببها أخف، أو مش أخف ولكن سهل إني أمنع حدوث العدوى اللي من انفلوبد فيروس. بس النون انفلوبد اللي هم اللي بيكونوا عادي بس بروتين وجينيتك ماتيريال بيكون شوي اخبث يعني. علاء كفو عليكم، يعني اذا بتهبد هيك بالامتحان خلاص بتفلل ان شاء الله. كم سؤال على كل محاضرة؟ المفروض انهم بالتساوي يعني، بس في محاضرات يعني صراحة تستاهل يكون في لها سؤال سؤالين زيادة، يعني هاي محاضرة الاميون شوي زخمة، ممكن يكون في عليها شوي أسئلة زيادة. عاد والله حسب الترتيب المنسق يعني، بس بالعادة زي هيك يعني بحاولوا قد ما يقدروا تكون الأسئلة مقسمة بالتساوي. هاي 11 محاضرة تقريبا، من واحدة لأربعة، من أربعة لخمس أسئلة. طيب يلا بس هيك سؤالين سريعات، مين اللي اقترح البيوجينيسيس؟ مين اللي اقترح البيوجينيسيس؟ إذا متذكرين.
رودولف فيركو. ممتاز ممتاز. طيب مين اللي أثبتها؟ مين اللي أثبتها؟ لويس باستور. حلو. طيب سؤال ترو او فولس سريع. viruses are prokaryotic cellular microbes. viruses are prokaryotic cellular microbes. ترو ولا فولس؟ بروكاريوتك. ديروا بالكم بروكاريوتك، ركزوا عليها. حلو، جميل جميل. فولس. ليش؟ لأنها عبارة عن اي سليولر، هي مش عايشة، نون ليفينج. تمام. طيب حلو حلو حلو. طيب شوفي كمان هيك ايش نسأله على السريع. حلو حلو حلو. طيب فولس فولس، جميل جميل. طيب واحدة هيك سريعة. باسيلس انثراسيس بتسبب التايفويد فيفر، ترو ولا فولس؟ باسيلس انثراسيس سبب التايفويد فيفر. حلو، مين يحكي لنا الصح؟ مين اللي بسبب التايفويد فيفر؟ ما شاء الله عليك، دارسين كويس. مين اللي بسبب التايفويد؟ حدا متذكر؟ حلو. الانثراكس، باسيلس انثراسيس بتسبب الانثراكس، والتايفويد فيفر مين مسببها؟ سالمونيلا تايفي. سالمونيلا تايفي. تمام، ان شاء الله الاسئله تجيكم هيك يعني. امل ذلك يعني. بعد كل محاضره ان شاء الله، بلكي بعد 13 هيك سالنا كم سؤال، كم سؤال حلو. طيب نبدأ. يلا هي صارت 10، صارت 8:30 اللي فيها تايفي. خلاص حلو حلو، ممتاز ممتاز. سلمني سلمني اللي. طيب أنا مش عارف، أنا بتأخر كمان بيني وبينكم على الكومنتات. طيب خلص، خلينا نبدأ بمحاضرة رقم 13. محاضرة رقم 13، بس بدي هيك شربة مي سريعة. فترة دعاية السفر على قولة عاصم. طيب مقدم الى علم المناعه، الانترودكشن تو اميونولوجي. علم المناعه راح تاخذوها كمساق كامل متكامل على الصيف الجاي ان شاء الله. وراح تشوف كل انواع الانتي بوديز، كل انواع الانتيجنز، فراح تزهقوها ان شاء الله. بس وانا هاي المحاضره هيك عباره عن مقدمه لطيفه وخفيفه لعلم المناعه. تمام، ان شاء الله انا ما بنطول فيه يعني، راح احاول هيك بحدود 8 9 9 9 و10 9 وربع نكون مخلصين منها ان شاء الله. طيب بسم الله. أول إشي برضو كما هي العادة نبدأ بتعريف، تعريف للمرض.
ايش هو الاميونولوجي؟ الاميونولوجي ايش هو؟ هو عباره عن مصطلح بنقسم لقسمين. اول قسم اللي هو اميونو، جاي من كلمه اميونيس، ولوجي اللي هي من كلمه لوغوس معناها العلم، تمام؟ اميونيس معناها ايش؟ اللي هي بروتكشن اور ديفنس، ستيت اوف بروتكشن اور ديفنس، فهي الحمايه او الدفاع، تمام؟ بس اذكركم منشنوا اللي بدهم يتمنشنوا يعني. الحمايه او الدفاع، تمام؟ طيب هسه بحكي لي، فالايمونولوجيا انا بدرس فيها علم المناعه، يعني انه كيف الجسم بيدافع عن نفسه وبيحمي نفسه ضد الامراض. هسه في مصطلح جدا مهم في علم المناعه واللي هي الانفكشوس دوز، سواء في علم المناعه او في الميكروبيولوجي برضه هذا المصطلح جدا مهم. شو هو الانفكشوس دوز؟ تخيل مثلا انك عندك نوع بكتيريا اسمه واحد ونوع بكتيريا ثاني اسمه اثنين. هسه انا عشان امرض من بكتيريا واحد، بكتيريا واحد لو دخلت على جسمي لحالها، بس يعني بس خليه واحده من بكتيريا واحد اذا دخلت على جسمي بجوز ما تسبب ليش مرض، ماشي؟ اذا دخلت اثنتين بجوز ما تسبب لي كمان، ثلاث اربعة خمسة. اذا دخل عشرة، من العشرة وفوق ببلش يسبب لي مرض، تمام؟ فالعشرة هاي شو بسميها؟ الانفكشوس دوز، اللي هي عدد الخلايا او كمية المايكرو اورجانيزم اللي ممكن تسبب لي مرض، ماشي؟ فهاي الانفكشوس دوز، يعني كم عدد المايكرو اورجانيزمز اللي لازم تدخل لحتى تسبب المرض، فهل الانفكشوس دوز، لانه ممكن اقل من هيك ما تسبب لي مرض، تظل موجوده ولكن ما تسبب مرض. هسا اذا عندي بكتيريا واحد واثنين، ممكن اثنين لانها تكون اخطر ممكن يكونوا خمسه كافيات مثلا، يعني واحد بدها عشرة بس اثنين لانه هي بكتيريا اخطر فبدها ايش؟ بدها خمسه بس، تمام؟ فهي لها علاقه بقديش هل هاي البكتيريا خطره ولا مش خطره. طيب الان في عندي مصطلح جدا مهم واللي هو الاميونو كومبتنت والاميونو كومبرومايزد، مر علينا بالمحاضره 11 او 12. اميونو كومبرومايزد معناها ان الجهاز المناعي ضعيف، تمام؟ الجهاز المناعي ضعيف، تمام؟ اما الاميونو كومبتنت اللي هي انه الجهاز المناعي قوي، تمام؟ فكومبتنت يعني انه قوي، وكومبرومايزد معناها انه ضعيف او انه مضعف، يعني صار في له شيء واضعفه، تمام؟ هسه في عندي بروبرتيز اوف اميون سيستم، في عندي خصائص للجهاز المناعي. اولا الدايفيرسيتي، ايش يعني دايفيرسيتي؟ يعني التنوع، يعني بيقدر يهاجم انواع كبيره جدا من الباثوجنز، تمام؟ فهاي هي الاول خاصيه للاميون سيستم اللي هي الدايفيرسيتي، فهو بهاجم برود سبيكترم اوف انتيبايوتكس. طب هاي التنوع من شو بتاثر؟ بتاثر بالجينات اللي انت بتورثها من اهلك، تمام؟ من امك من ابوك، تمام؟ خليني بس افتح لكم اللوح يا رب ما اكون كاتب عليه. طيب شو كنا نحكي؟ انه الدايفيرسيتي بتتاثر بالجينات، كيف يعني؟ يعني اذا انت هون بدك تصنع مثلا جسم مضاد، تمام؟ هذا الجسم المضاد مكون من ثلاث اقسام مثلا، واحد اثنين ثلاث، ماشي؟ هسه انت عندك بجيناتك عندك واحد اثنين ثلاث اربعه خمسه، بس انت كونه عندك خمسه تقدر تصنع واحد اثنين ثلاث، تقدر تصنع ايش؟ اثنين ثلاث خمسه، تقدر تصنع ايش كمان؟ واحد اثنين اربعه، زي هيك تقدر تركبهم على بعض وتصنع اجسام مضاده، تمام؟ فهاي فكرة الدايفيرسيتي. هسا إذا أنت كان أمك وأبوك ما بيقربوا لبعض، أنت راح يصير في عندك تنوع بالجينات، فأنت هنا تمام راح يصير في عندك برضو ستة وسبعة وثمانية، فأنت بصير عندك تشكيلات أكثر من الأنتي بوديز، فأنت بالتالي بصير عندك مناعة أكثر وبتقدر تقاتل إيش؟ مسببات أمراض أكثر. وضحت الفكرة؟ فهاي فكرة الدايفيرسيتي إنها بتتأثر بالجينات اللي أنت بتورثها من الأم والأب. طيب الخاصية الثانية واللي هي السبيسيفيسيتي اللي هي التخصص، يعني انه الجهاز المناعي بيقدر يفرز جزيئات بس تروح تهاجم للسالمونيلا تايفي، بس تروح تهاجم للباسيلس انثراسيس، تمام؟ بهاي السبيسيفيسيتي انه مثلا الجسم المضاد اللي بيهاجم الباسيلس مستحيل يهاجم شيء ثاني، وهي خاصية لأي جهاز بالذات، خاصية لجهاز الادابتيف اميون سيستم، الادابتيف اميون سيستم. طيب طيب هاي بالنسبة للسبيسيفيسيتي. الثالثة اللي هي الميموري، الميموري يعني الذاكرة، يعني أنت بس تنصاب أول مرة بالجدري، تمام؟ ما بترجعش تنصاب فيه مرة ثانية، ليش؟ لأنه جهازك المناعي بظل متذكر الجدري، بظل متذكر الفيروس تسبب لك الجدري فبيكون مناعة ضده، زي هسه كمان كورونا، اللي بنصاب بكورونا أول مرة نادرا ما ينصاب مرة ثانية، حتى يعني تكاد تكون الاحتمالية معدومة إنه ينصاب، تمام؟ فعشان هيك هاي من أهم خصائصه الميموري.
فعشان هيك احنا ليش اخترعنا المطاعيم؟ عشان هذا الموضوع، انه انا لما ادخل مطعوم انا بدخل يعني اجزاء من مسبب المرض، فبتذكرها الجسم والجهاز المناعي، فبصير دائما يصنع اجسام مضاده ضد هاي ضد هذا المسبب للمرض. الرابعه اللي هي ريكوجنايز سيلف فروم نون سيلف، اللي هي انه بيقدر يميز ما بين خلايا الجسم وما بين الخلايا الغريبه، وذلك عن طريق ايش؟ بيكون عن طريق اللي هي شو؟ شغلة بسميها الانتيجنز، تمام؟ أنا هاي الخلية عندي، هاي خلية غريبة وهاي خلية جسم، تمام؟ خلية الجسم بيكون عليها هون على سطوحها إشي بسميه سيلف انتيجن، سيلف انتيجن، تمام؟ بينما على الخلايا الغريبة بيكون في إشي بسميه نون سيلف انتيجن، تمام؟ نون سيلف انتيجن. فمن خصائص جهاز المناعة إنه بيقدر يميز ما بين السيلف وما بين إيش؟ النون سيلف. طيب هاي هي الرابعة، وبحكي لك انه اذا هاي الخاصية راحت من عند الجهاز المناعي فراح يصير عندي اشي بسميه اوتو اميون ديزيزز، اللي هي امراض بيصير يهاجم فيها الجسم خلايا. تخيل انت جهازك المناعي ما بيميز بين السلف وبين النون سلف، بيجي الاجسام المضادة بتروح بتهاجم لك اللي هي خلايا الجسم، تمام؟ فهاي الخاصية الرابعة، فشو بتسبب لي؟ اوتو اميون ديزيزز، هاي جدا مهم. الخامسة production of effector cells، effector cells يعني الخلايا اللي ممكن انها تسوي اثر مناعي، اللي ممكن انها تهاجم بسبب المرض وتقتله، تمام؟ وهذا بيكون عن طريق اما اني بصنع antibodies، وهاي بتكون بالذات للبي سيلز، ذكروا الانتيبوديز الاي بي لمين؟ للبي سيلز، تمام؟ للبي سيلز البلازما سيلز، هي خلايا البلازميه، خلايا بي البلازميه. بينما في عندي engulfing or engulfing invading pathogens، هاي بيكون لعدة خلايا منها مثلا الماكروفاجز للنيوتروفيلز لغيره، تمام؟ فهاي بالنسبة لخامس خاصية. وضحت الفكرة؟ فهاي اللي حكيناها، اللي هي أولا إنه diversity تنوع، specificity تخصص، memory اللي هي الذاكرة، الرابعة اللي هي recognize self from themselves، والخامس اللي هي production of effector cells. الآن في عندي تاريخ في علم المناعة، هون بهيك يعني هذول برضو عادي يعني مهمات، بس في منهم مر المعنى قبل هيك. اول واحد اللي هو الثوكيدايدس، تمام؟ هو عباره عن عالم يوناني، هو اكتشف انه الطاعون اللي بنصاب بالطاعون ما بيرجع بنصاب مره ثانيه فيه، تمام؟ اللي بنصاب بالطاعون ايش؟ ما بيرجع بنصاب فيه مره ثانيه، هذا هو اللي اكتشفه الثوكيدايدس. طيب بعديها بالقرن الخامس عشر اجا التشاينيز والتركس، الناس الصينيين والاتراك، اكتشفوا انه اذا انت that anyone who infected was infected and recovered from smallpox won't get smallpox again. اكتشفوا ان اللي بصاب بالجدري ما بيرجع بنصاب مرة ثانية فيه. تمام؟ كيف عرفوا هذا الاشي؟ راحوا جابوا، بتعرفوا انتو الجدري بيكون عبارة يعني عن هاي الجسم، بيكون على السطح فيه حب، سطح الجسم بيكون مليان حب، تمام؟ ودوروا على جوجل على smallpox. هسا هاي الحب بروح بقشرها وبحطها على سطح جسم بني آدم عادي سليم، يعني انصاب بالمرض وتشافى منه. اذا انا حطيتها على سطح الجسم ما راح يصير له شيء، فانا بعرف هيك انه ما راح ينصاب بالسمول بوكس، لانه السمول بوكس مرض جدا معدي ترى، تمام؟ فانا اي شيء ممكن يحتك مع الجسم راح يسبب له المرض. الثالث اللي هي ادوارد جينر، واللي هو عباره عن عالم انجليزي من انجلترا، تمام؟ اكتشف مرض كان يصيب الناس اللي بتعاملوا مع الديري برودكتس اللي هي الالبان ورعاه البقر، اللي هو الكاوبوكس، جدري البقر، تمام؟ هذا جدر البقر اكتشف ادوارد جينر انه اللي بنصاب بجدر البقر بنحمي من السمول بوكس، الجدري العادي، تمام؟ اللي بنصاب بجدر البقر بيتم حمايته من السمول بوكس. يعني اذا لقيت واحد بيشتغل بالابقار انصاب بالكاو بوكس مستحيل يرجع ينصاب بالسمول بوكس مره ثانيه. طب هذا الاشي لشو ودا؟ هسا الكاو بوكس بدكم تعرفوا انه هو مرض جدري، ولكن ايش؟ ولكن جدا يعني اعراضه كثير اخف من الجدري العادي، تمام؟ الكاو بوكس اخف من السمول بوكس. فشو ادوارد جينر صار يفكر، طب انا بقدر اخلي الناس تنصاب بالكاو بوكس، تمام؟ عشان احميهم من السمول بوكس، يعني انا بعطيهم الاشي اللي اخف ضررا لحتى احميهم من ضرر اكثر، تمام؟ يعني انا بزيل المفسده باني اسوي مفسده اقل منها، وضحت الفكره كيف؟ فهاي فكره الفاكسينيشنز بلشت من عند ادوارد جينر، تمام؟ صار يسوي مطاعيم من فيروس الكاو بوكس لحتى يحمي الناس من السمول بوكس. وكلمه فاكسينيشن اصلا جاي من كلمه فاكا، فاكا معناها بقرة، كلمة لاتينية معناها بقرة،
تمام. فهاي اصل كلمه فاكسينيشن، وعشان هيك بيطلقوا عليه لقب الفاذر اوف اميونولوجي، علم او اب علم المناعه، تمام. ادوارد جينر هو الفاذر اوف اميونولوجي. طيب اللي بعدين اللي هو لويس باستور، حكينا عنه انه هو اللي عمل عمليه الباستورايزيشن، واكتشف الفاكسين تاع الريبيز، واكتشف الفاكسين تاع الانثراكس. كمان هون بحكي لك انه كان شغال على مرض اللي هو الفاول كوليرا اللي بيصيب التشيكن. وهي كلياتها اللي حكيناها مره ثانيه، حكيناها محاضره 12، اللي هي فيرست ريبيز فاكسين جربها على جوزيف، وبرضه عند الانثراكس فاكسين اللي هو الجمره الخبيثه، هو اللي اكتشف المطعوم تبعها بنفس طريقه الفاول كوليرا. فهو اكتشف الفاول كوليرا، اكتشف يعني المطعوم لها، واكتشف الريبيز فاكسين، واكتشف الانثراكس فاكسين. طيب اللي بعديه هو الإيلي ميتشنيكوف. إيلي ميتشنيكوف شو سوى هذا إيلي ميتشنيكوف؟ اكتشف عملية الفاجوسايتوسيس، راح يدرس خلايا دم تحت الميكروسكوب، فاكتشف انه في خلايا بالعة خلايا ثانية. فاكتشف انه ايش؟ اكتشف عملية الفاجوسايتوسيس، تمام. وكانوا زمان بوقت لما اكتشفوا الفاجوسايتوسيس فكروا انه بس هذول الخلايا اللي بتبلع هي الخلايا، انه هاي الخلايا بالعمليه هي بس الخلايا اللي لها وظائف مناعيه بالجسم، يعني ما كانوا مكتشفين التي سيلز والبي سيلز بعد، تمام. هسه في عندي اللي بعدين اللي هو كارل لانشتاينر. كارل لانشتاينر عباره عن عالم مناعه من النمسا، استريا معناها نمسا، تمام، مش استراليا. هو اول من اكتشف البلد جروبس عن طريق اللي هو اكتشاف الانتيجنز اللي على سطوح خلايا الدم، وشاف انه انا بس اخلط دم من واحد مع دم من واحد ثاني بصير عندي عمليه اجلوتينيشن، عمليه تخثر وتجمع للجزيئات، تمام. فصار يدور ويدرس ويشوف انواع خلايا الدم لحد ما صنفها للاي والاي بي والبي والاو، تمام. اظن اخذتوها بتجربه لاب البيو، شو الفرق بين كل واحده والثانيه، فعشان هيك بسموه الفذر اوف بلاد ترانسفيوجن. اللي بعدين اللي هو بروس جليك، تمام. بروس جليك اكتشف شغلتين جدا مهمات، اكتشف خليتين من أعمدة خلايا المناعة في الجسم واللي هم البي سيلز والتي سيلز. هسه ليش سميتها بي؟ لأنه هاي البي عندنا في الجسم في الإنسان نسبة إلى البون مارو، لأنها بتكبر في البون مارو بصير لها ديفلوبمنت هناك، والتي سيلز نسبة إلى الثايموس جلاند اللي هي الغدة الزعترية، تمام. فهذا الفرق ما بين البي سيلز والتي سيلز. هسه هو من وين اكتشف البي سيلز والتي سيلز؟ اكتشفها عند الدجاج، تمام. ففي عندي في الطيور جزء بسميه بيرسا اوف فابريشيوس، هذا بيكون يعني تقريبا عند السبانال كورد تاع الدجاج باخره، بيكون هذا بيرسا اوف فابريكس بيكون عنده البي سيلز هناك بتكبر، ونفس الشيء التي سيلز بالثامس جلاند هناك بتكبر، واكتشفها في الدجاج. هسه هون بدي اياكم تركزوا معي تريليون، تمام. قديش بدكم تركزوا معي؟ تريليون. في عندي نظريتين، ثاني خلينا اروح لهذا احسن. في عندي نظريتين، ماشي. هاي الخضراء ايش؟ هي بكتيريا، تمام. هاي الخضراء بكتيريا ثانية. سطح البكتيريا هون في عندي بروتينات، ماشي. عندي ايش؟ بروتينات. وعلى سطح البكتيريا الثانية برضو في عندي بروتينات. هسا شوف، في اشياء على سطوح مسببات الامراض، وعلى سطوح برضو الخلايا بشكل عام بسميها ايش؟ انتي. لين اكبر الخط، بسميها انتي جنس، تمام. انتي جنس شو هي الانتي جنس؟ عباره عن جلايكوبروتينز موجوده على سطوح الخلايا. بيقدر الجهاز المناعي يميز ما بين السلف انتي جنس والنم سلف انتي جنس، تمام. فهسه في العلماء بلشوا لما اكتشفوا البي سيلز والتي سيلز بلشوا يحطوا نظريات، تمام. شو هاي النظريات؟ اول شيء في واحدة اللي هي الانستركشنال ثيوري. شو هي الانستركشنال ثيوري؟ اللي هي بحكي لك انه مش انا في عندي اجسام مضاده بتهاجم الاجسام الغريبه، يعني انا في عندي اجسام مضاده بتروح تهاجم البكتيريا، تمام. شو بتعمل؟ فين هاي؟ حسن مش واضحه لكم، حط هاي هيك لونها احسن بجوز. طيب في عندي اجسام مضاده بتروح بتهاجم البكتيريا، ماشي. هسه الانستركشنال ثيوري اول واحدة هون الانستركشنال، تمام. الانستركشنال شو بحكي لك؟
بحكي لك انه الانتي بودي انا بصنعه بناء على الانتيجن اللي موجود هون، تمام؟ بناء على الانتيجن، يعني بيكون انا عندي بروتين انتي بودي تمبلتس. ايش يعني تمبلتس؟ يعني بروتينات مفرقه زي هيك، في عندي بروتين هذا الاحمر لحاله والاصفر لحاله والازرق لحاله، تمام؟ بيروحوا هذول الثلاث بتجمعوا لحتى يسووا لي الانتي بودي اللي هون، تمام؟ فهي فكره الانستركشنال ثيوري، انه بتكون عندي تمبلتس وبتروح تتجمع مع بعض على الانتيجن. فزي كانه الانتي بودي ايش؟ صنع بتعليمات من الانتيجن. يعني انا صنعت الانتي بودي بناء على شو؟ بناء على الانتيجن. يعني انا جمعت هذول القطع ليش؟ بناء على الانتيجن، لانه هون في عندي اصفر فحطيت الاصفر هون، لانه هون عندي ازرق حطيت الازرق هون، ولانه عندي احمر فانا حطيت الاحمر هون، تمام؟ ولكن النظريه الثانيه شو بتحكي لي؟ بتحكي لي اللي هي الكلونال سيلكشن ثيوري. كلونال ايش؟ سيلكشن ثيوري، اللي هي عباره عن انه انا عندي داخل خلايا الجسم في مصنع خلايا، تمام؟ عندي مصنع خلايا، وهاي الخلايا خلايا بي اللي بتفرز الأجسام المضادة تصنع إيش؟ بعشوائية، تمام؟ تصنع بعشوائية. يعني بتلاقي في خلايا طلعت من هون، شو مالها؟ في خلية، في خلية طلعت، كان الأنتيبودي اللي على سطحها كيف شكله؟ الأصفر هيك بالعرض والأحمر من هون والأزرق من هون، ماشي؟ وفي عندي خلية ثانية صنعت لها أنتيبودي الأصفر هيك والأزرق هيك والأحمر هيك، تمام؟ وفي عندي خلية ثالثة شو مالها؟ في على سطحها أنتيبودي هيك وهيك وهيك. يعني الأنتيبودي تمبلتس وين كانت موجودة؟ الأنتيبودي تمبلتس وين كانت موجودة؟ موجودة ومجهزة ومجمعة على سطوح البي سيلز نفسها، تمام؟ البي سيلز هذول عبارة عن إيش؟ عبارة عن بي سيلز، ماشي؟ البي سيلز هي المسؤولة عن إفراز الأنتيبوديز. فانا بجمع الانتيبادي تمبلتس عند البي سيلز، بعدين بيتم افرازها. يعني هاي اللي هي وينها؟ هاي الخليه بتروح تنشال، تمام؟ وهذا الانتيبادي بيصير لحاله وبيروح بيطير وين؟ بيروح لعند البكتيريا، تمام؟ هاي فكره الكلونال سيلكشن ثيوري، انه انا بيكون عندي الانتيبادي تمبلتس وين بتتجمع؟ بتتجمع عشوائيا على سطح البي سيل، تمام؟ وبعديها بيتم افرازها، وإذا ارتبطت بالبكتيريا هاي ارتبطت، ما ارتبطتش ما ارتبطتش. فهمتوا كيف الفكرة؟ هاي فكرة الكلونال سيلكشن، إنه أنا بيكون عندي أنتيبادي جاهز على سطح البي سيل، تمام؟ وبروح هذا الأنتيبادي وبرتبط هون، تمام؟ هاي مش لهالدرجة، يعني هيك، تمام؟ هاي الفكرة، بيجي الأنتيبادي المناسب وبرتبط على سطح الخلية. طيب هسا ليش، شو يعني كلونال؟ شو يعني سيلكشن؟ تمام؟ ليش هيك سميناه؟ كلمة سيلكشن بحكي لك هذول البي سيلز، مش انا حكيت انا بتتجمع الانتيبادي تمبلتس عشوائيا، تمام؟ عشوائيا بناء على شو؟ الجينات اللي موجوده جوا الخليه. مش الانتيبوديز هذول كلهم بروتينات، هاي الحمراء بروتين وهاي الصفراء بروتين وهاي الزرقاء بروتين، صح ولا لا؟ فهاي البروتينات بصنعها بناء على الجينات اللي موجوده جوا الخليه وبجمعها على سطح الخليه وبعدين بتم افرازها كانتيبادي. بس شو السلكشن اللي بصير؟ انه ممكن هاي انا جمعت الانتيبادي تمبلتس، تمام؟ جمعت الانتيبادي تمبلتس، ولكن بدل ما تروح ترتبط ببكتيريا مثلا بتصير تقدر تتعرف على خليه جسم، تمام؟ اذا قدرت تتعرف على خليه جسم، انا هون شو لازم اسوي؟ خليه البي سيل اللي تتعرف على خليه الجسم وبتروح بتهاجمها لازم اتخلص منها، تمام؟ خليه البي سيل، البي سيل اللي بتتعرف على خليه الجسم وبتروح بتقتلها، شو لازم اسوي لها؟ لازم اخلص منها. ليش؟ انا ما بدي اصنع بي سيلز تهاجم خلايا جسمي، بدي اصنع بي سيلز تهاجم الخلايا الغريبه، تمام؟ فهاي السلكشن، ان انا بدي اصير انتقي البي سيلز بناء على هل هي بتميز خلايا الجسم ولا ما بتميز. اذا بتميز خلايا الجسم بدي اتخلص منها، تمام؟ لانها راح تهاجم جسمي وتضر. ولكن اذا ما بتهاجم خلايا الجسم فهي راح تكون بتهاجم نوع معين من البكتيريا وبتقضي له، تمام؟ هاي الفكره ضروري تكونوا هيك، انا بحب تكونوا فاهمينها، يعني ما بدي اياكم تكونوا حافظينها. ففاهمين هنا ولا هيك اعيدها؟ واضحه؟
الانتيبوديز لاي انتيجين ممكن يكون في الجسم. التجميع عشوائي بيكون حسب البي سيل، فانا ممكن اجمع انتيبودي ويهاجم اي انتيجين في الجسم، تمام؟ فاذا هاجم خلايا جسمي انا هذا بديش استفيد منه، تمام؟ انا ما بدي اياه لانه راح يهاجم خلايا جسمي ويضرها، فانا يعني شو فايدتي من البي سيلز؟ ليش اسمها خليه مناعيه عشان تهاجم جسمي؟ ما بديش اياها بلا منها. تمام. فعادي الانتيبودي ممكن تتجمع وممكن انها تتعرف على انتيجين تاع الجسم، فانا هذول الخلايا اللي بتعرف على انتيجينز لازم اتخلص منهم. طيب بعيد، تمام ولا يهمكم. الفرق ما بين الانستركشنال والكلونال سلكشن. الانستركشنال بيحكي لك انه الانتيبوديز اللي بتهاجم الخلايا الغريبه بتكون عباره عن انتيبودي تمبلتس. ايش يعني تمبلت؟ يعني قوالب منفصله، تمام؟ وهاي القوالب بتروح بتتجمع وبتلتف حول الانتيجين تبع الجسم الغريب، فبتيجي هاي الصفرة هون بتتركب، بتيجي هاي الزرقاء هون بتتركب، ثواني، بتيجي هاي الصفرة هون وبتيجي هاي الزرقاء هون وبتيجي هاي الحمراء هون، تمام؟ ولكن الكلونال سيلكشن ثيوري مبدأها انه انا في عندي مصنع للبي سيلز والانتيبوديز بتتجمع على سطح البي سيلز، يعني عملية صناعة الانتيبوديز بتتم على سطح البي سيل، تمام؟ ما بتتم على الانتيجين الغريب، لا، على البي سيل. هسا البي سيل اللي بتتعرف على خلايا الجسم بدي اتخلص منها لانها راح تضرني، ولكن اذا بتتعرف فقط على الخلايا الغريبه فهاي انا اللي بدي استفيد منها. وزي ما انتم شايفين هنا، هاي انه هون هاي البي سيل بتصنع هذا الانتيبودي فقط، وهاي البي سيل بتصنع هذا الانتيبودي فقط، وهاي البي سيل بس بتصنع هذا الانتيبودي فقط، تمام؟ فهاي بتودينا لخاصيه السبيسيفيسيتي، انه الجهاز المناعي سبيسيفيك، يعني هاي البي سيل بس بتهاجم الانتيجين اللي هيك شكله، وهاي البي سيل بس بتهاجم الانتيجين اللي هيك شكله، وهاي البي سيل بس بتهاجم الانتيجين اللي هيك شكله، تمام؟ والخاصيه اللي حكينا عنها الدايفيرسيتي، انه انا هون في عندي انتيبودي من هذا النوع، عندي انتيبودي من هذا النوع، عندي انتيبودي من هذا النوع، فانا في عندي عده انواع من الانتيبوديز لحتى اهاجم الاجسام الغريبه، تمام؟ هم كيف حيعرف انه خلايا الجسم كيف ميزوها؟ عن طريق السلف انتيجنز اللي هي حكينا انها بتكون على سطوح الخلايا. مش اخذتوا انه خلايا الدم في انتيجين A وانتيجين B؟ تخيلوا انا اصنع بي سيل يروح يهاجم لخلايا الدم الحمراء مثلا، بديش اياها. فهمتوا كيف؟ اتمنى انها تكون واضحه يعني هيك. وين احنا كنا؟ 13. تمام. حاسس ان طولنا على هاي الفكره ولكن فعلا بتستاهل يعني، فجد لازم تكونوا فاهمينها. هسه في عندي هون نعيدها مره ثانيه، انه هاي الانستركشنال ثيوري اللي هي انتيجنز انكاونتر انتيبودي تمبلتس زي اللي حكيناهن، وانها بتروح وبتتجمع وبتشكل كومبلمنتري موليكيول للانتيجن، تمام؟ والكلونال سيلكشن تحكي لي انه انا في عندي مصنع بي سيل وبروح بصنع لي هاي الانتيبوديز اللي بتتشكل على سطوح البي سيلز وبتم افرازها لاحقا. طيب هسه شو ليش انا صار عندي نظريتين؟ لانهم اول شيء بلشوا بهاي النظريه الانستركشنال، تمام؟ بلشوا بالانستركشنال. الانستركشنال شو كانت يعني شو كانت نقطة الضعف فيها؟ ما قدرت تفسر كيف الجسم بيقدر يميز السلف عن النون سلف، تمام؟ يعني انت تخيل انه الانتيبوديز، يعني انت عندك هاي هون خلية جسم، تمام؟ عندك هون خلية جسم وعندك هذا الانتيجين على سطحها. اذا كان عنده انتيبودي تمبلت ممكن يجي هون يرتبط وهون يرتبط وهون يرتبط وخلص يقضي على الخلية. بس فالانستركشنال ثيوري ما كانت يعني واضحة بالشكل الكافي انها تفسر ليش الجسم ما بيهاجم خلاياه. ولكن الكلونال سيلكشن شرحت الموضوع، صارت تحكي لك انت في عندك بي سيل في بتصنع انتيبوديز، وانا بصير عندي سيلكشن، بصير عندي انتقاء لخلايا البي سيل اللي راح تميز الاجسام الغريبه، تمام؟ فهاي الفرق، فهاي النقطه اللي هي جدا مهمه، ليش هي ازنت ترو؟ لانه ما شرحت ليش كيف الجسم بيميز سيلف فروم نون سيلف. طيب ماشي. وهنا هاي المعلومه بحكي لك انه الكلونال سيلكشن ثيوري از كومبليت، انه الانتيبودي برودكشن هي كومبليتلي اندبندنت فروم انتيجينيك يونيفرس، يعني تصنيع الانتيبوديز جدا منفصل عن الانتيجينيك ولا له علاقه، انا بصنع بناء على الجينات الموجوده جوا البي سيل، ما لها علاقه بشو نوع الانتيجين، يعني مش الانتيجين هو اللي بيتحكم، تمام؟ والانتيبوديز هذول اللي على سطح البي سيلز بسميهم اميونو جلوبولينز، تمام؟ اميونو جلوبولينز، جلوبولين يعني بروتينات هيك على شكل جلوبس كرويه، واميونو يعني انها لها وظيفه مناعيه، تمام؟ طيب هون بوضح لي كيف عمليه الكلونال سيلكشن. زي ما انتم شايفين هون، هون البي سيلز، هون شوفوا كيف كل وحده عليها نوع معين من الانتيبوديز، تمام؟ وهون بعرض ايش؟ بعرض خليه معينه على سطح الجسم.
هسه كيف هي البي سيل بتشتغل؟ تحكي لك اذا البي سيل ارتبطت مع الانتيجين بتصير هاي البي سيل ايش؟ تتكاثر، تمام؟ يعني اذا ايش اللي بحفز البي سيل انها تتكاثر؟ ارتباطها مع الجسم الغريب، اذا ارتبطت مع الجسم الغريب بتصير تنقسم وتتكاثر وايش؟ بعدها بتصير تتميز لبلازما سيلز، البي سيلز اللي بتفرز اجسام مضاده بسميها ايش؟ بسميها بلازما سيلز، تمام؟ بلازما بي سيلز. يعني هاي نوع من انواع البي سيلز، اسمها بلازما سيلز، بتفرز الاجسام المضاده. الاجسام المضاده عباره عن ايش؟ شايفين هاي الاشياء اللي على سطحها؟ بس بتفصلها عن سطحها وبتصير تمشي حره في الدم. طيب؟ هاي هي البي سيل. هسه تنوع موجود في المناعة الطبيعية صح، ولكن الأدابت في الميون سيستم في عندها خاصية السبيسيفيسيتي، تمام؟ يعني هسه المناعة الطبيعية شو نقطة الضعف فيها؟ إنها بس تتعرف هل هذا الجسم غريب ولا مش غريب، ولكن الأدابتف بتعرف إنه هاي بكتيريا عندها الأنتيجين الفلاني بدي أقتلها، تمام؟ هيك الأدابتف. إذا أجا جسم غريب ما عندنا إله أنتيبادي ما بيكون عندنا إله مناعة، تمام؟ راح يؤدي لخراب في الجسم وراح يؤدي لأمراض. ما ليش الأمراض بتصير؟ لأنه الجسم بتأخر تيصنع الأنتيباديز، والناس اللي مناعتهم ضعيفة ما بيقدروا يصنعوا الأنتيباديز. خلايا بي ما عندها ريسبتور ترتبط بالأنتيجينات تاعت خلايا جسمنا. هون هاي النقطة اللي جدا مهمة اللي أنا جايها بالحكي هسا، بس نيجي نحكي عن البي سيل بوضح لكم هاي النقطة، إنه شو الريسبتور تاعون البي سيلز، كيف بصير انتقاء لخلايا بي سيلز؟ ولا إشي، بس لما أصنع البي سيلز باجي بعرض عليها نوع من خلايا، بعرض عليها خلايا من خلايا الجسم. إذا تعرفت عليها فبعرف إنه هاي البي سيل راح تضرني وبشيلها، تمام؟ ألف دلوقتي. طيب هاي هي نفس الشرح اللي حكيناه، تمام؟ انه بالاخير بتميز البلازما سيل او الماتشور بي سيل واللي ايش راح تفرز للاميون جلوبولينز. وهنا في عند البرايمري اميون ريسبونس والسكندري اميون ريسبونس، هون بده يفرق لي ما بين البرايمري وما بين السكندري اميون ريسبونس. البرايمري اميون ريسبونس هي اذا انت الجسم الغريب بدخل لجسمك اول مره، اللي هي الاستجابه المناعيه الاوليه، تمام؟ اللي دارس شابتر 47 بايو يعني هاي المحاضره عباره عن سهله جدا يعني. تمام؟ السكندري اميون ريسبونس اللي هي انه الجسم الغريب يدخل للجسم للمره الثانيه او للمره الثالثه والرابعه والخامسه، تمام؟ هذا الفرق ما بين البرايمري والسكندري. طيب هسه في عندي الاسوسيشنز اوف ذا اميون سيستم، يعني كيف الاميون سيستم بتعاون مع بعض. هسا اول شيء بتعرفوا انه انا في عندي فرعين للاميون سيستم، تمام؟ عندي فرع بسميه الانيت اميون سيستم وفرع ثاني بسميه الادابتف اميون سيستم. الانيت اميون سيستم اللي هي المناعه الفطريه، تمام؟ المناعه اللي بيولد الجسم فيها. طيب وهاي بشو بتتميز؟ بتتميز انه ما الها ميموري سيلز، تمام؟ احنا حكينا من خصائص جهاز المناعه انه له ميموري، بس هاي الميموري من خصائص من خصائص الادابتف. الانيت ما له ميموري، بس هو بتعرف هل هذا الجسم غريب ولا مش غريب. فعشان هيك ما له سبيسيفيسيتي كمان، ما بقدر يتعرف هل هاي بكتيريا ولا فيروس ولا هل هي سالمونيلا ولا هل هي باسيلس ولا هي شو مكانها، تمام؟ بس بتعرف هذا الجسم غريب يلا بدي اهاجم، هل هذا نوعيه الجسم ما بدي اهاجم، تمام؟ من شو بتكون؟ من فيزيكال باريرز اللي هي حواجز فيزيائيه زي الجلد والمخاط، وايضا من الخلايا اللي بتسوي لي عمليه الفاجوسايتوسيس، خلايا البلعميه، وايضا من البروتينات المتممه الكومبلمنت سيستم، تمام؟ الادابتيف اميون سيستم والنوع الثاني، وهي ما يميزه انه له ميموري سيل وله سبيسيفيسيتي تو باثوجنز، تمام؟ فهذا بالعكس مع الانات اميون سيستم. طيب كيف بيميز الادابتيف اميون سيستم؟ بيميز عن طريق شيء بسميه انتيجين ريكوجنيشن موليكيولز. شو هم الانتيجين ريكوجنيشن موليكيولز؟ هسه انتيجين ريكوجنيشن موليكيولز يعني ار موليكيولز ذات ريكوجنايز انتيجين، موليكيولز ذات ريكوجنايز انتيجين، يعني المولكيولز اللي بتتعرف على الانتيجين. طب شو المولكيولز اللي بتتعرف على الانتيجين؟ اللي هي المستقبلات اللي على سطوح الخلايا، تمام؟ هي عندي تي سيل، ماشي؟ التي سيل بيكون في على سطحها شيء بسميه التي سيل ريسبتر، تمام؟ التي سيل ريسبتر، هذا التي سيل ريسبتر لما يروح يرتبط مع الانتيجين الغريب اللي على سطح الخليه البكتيريه بيقدر يتعرف عليه، ماشي؟ فعشان هيك هاي اللي على سطح التي سيل بسميها ايش؟ تي سيل ريسبتر. اللي على سطح البي سيل
بسميها ايش؟ بسميها بي سيل ريسبتر. تمام؟ هسه هون نقطة العجلة. هاي اللي على سطح البي سيل عبارة عن اميونوجلوبيولين. تمام؟ عبارة عن ايش؟ عبارة عن اميونوجلوبيولين. شو هي الاميونوجلوبيولين؟ حكينا بروتينات مدورة لها وظيفة مناعية. طب هاي الاميونوجلوبيولين ما حكيت لنا محمد قبل شوي هي انتي بوديز، اذا عجبتنا هي بي سي بي سيل ريسبتر ولا انتي بوديز؟ بحكي لك هم نفس الشيء. يعني البي سيل لما يكون في على لما يكون الاميونوجلوبيولين ملزق بسطحها بسميه بي سيل ريسبتر. لما الاميونوجلوبيولين ينفصل عن سطحها وينفرز بالدم لحاله هيك حر بسميه ايش؟ بسميه انتي بوديز. تمام؟ فهاي الاميونوجلوبيولين هو نفسه البي سي ار وهو نفسه الانتي بودي. وضحت الفكرة؟ هذا كان سؤال نسأل قبل شوي. فهذول هم الانتيجين ريكوجنيشن موليكيولز اللي هم البي سيل ريسبتورز او الانتيبوديز والتي سيل ريسبتورز. وهذول نفس اللي حكيناها انه بتعرف على سبيسيفيك تيشو، وكيف احنا بنختارهم عن طريق عملية الكلونال سيلكشن. يعني هسه عملية الكلونال سيلكشن اللي شرحناها قبل شوي، انه في عندي مصنع بي سيل وبتعرف على خلايا الجسم، واذا بتتعرف بشيلها، هاي بتصير للبي سيل وبتصير للتي سيل. ما هي بنفس الطريقة، إذا تي سل تعرفت على خلايا جسمي فأنا بدي أتخلص منهم، مش راح تفيد. تمام؟ طيب الآن نيجي على الإميونولوجي أتشيفمنتس. شو في إنجازات تم يعني أو إنجازات تم تحقيقها في مجال علم المناخ؟ أول شيء بحكي لك الديفلوبمنت أوف فاكسينز، تصنيع المطاعيم، هاي كانت من أكبر إنجازات علم المناعة. تمام؟ لأنه أنا قدرت أوفر مناعة للجسم بدون ما ينصاب بالمرض أصلاً، فيعني هيك يعني هكر والله هكر، عارفين كيف؟ الثاني اللي هي immunity to microbes، اللي هي أنا قدرت أصنع اللي هي اللي كيف نحكي لكم زي هسه الأدوية لكثير أمراض. الإميونولوجي لازم يتم دراستها من ناحية الإميونولوجي، يعني نشوف شو الأنتيجنز اللي على سطحها وبالتالي أصنع لها الأدوية تاعتها. تمام؟ الثالث اللي هي الترانسبلانتيشن، صرت أقدر أعمل عملية زراعة أعضاء بدون ما أخذ على المريض. تمام؟ يعني واحد ناقصه كلية وبده واحد يتبرع له. تمام؟ يتبرع له بكلية. عن طريق علم الإميونولوجي أنا صرت أقدر أميز هل هاي الخلية، هل هاي الكلية متلازمة هل هاي الكلية مناسبة ولا مش مناسبة. الرابعة اللي هي صرنا نفهم كيف بنقدر نصنع الانتيبوديز في في الايش، كيف بنقدر نصنع الانتيبوديز داخل اللابات. تمام؟ يعني ما مش بس تصنع في الجسم، لا، الانتيبوديز اللي نقدر نصنعها باللاب واستفيد منها واصنع منها ادوية. طب هسه اذا الاميون سيستم فشل شو لشو ممكن يؤدي؟ ممكن يؤدي لاوتو اميونيتي، اللي هي انه الخلايا المناعية تصير تهاجم خلايا الجسم نفسه. ممكن يؤدي لإميونو ديفيشنسي، اللي هي يكون الجهاز المناعي ضعيف بسبب عدم وجود عدد كافي من الخلايا المناعية. تمام؟ أو تكون الخلايا المناعية ضاربة ومشرتفة ما تقدر تقوم بوظيفتها. والثالث اللي هي الاليرجيز، انه ممكن يصير عندي حساسية، يعني يصير عندي اكسسيف ريسبونس للستيمولس، للمنبهات. يعني والله دخل غبار لجوا على المجاري التنفسيه، بروح جسمي بشل امل. تمام؟ وبصير في عندي اكسسيف اميون سيستم. فهاي اللي هي اذا هاي عباره عن فيلير للاميون سيستم، يعني الجسم مش لازم يروح يهاجم الغبار ويسوي لي اكسسيف اميون ريسبونس، لا، يعني يوفر جهده للانثراكس. طيب هسه هون في عندي هاي الصفحه، هذول المربعات والخضر عارف انهن عاملات بلقلكم، ولكن يعني صدقوني فرطات على الاخر ما فيهنش اشي. تمام؟ يعني هون بس بحكي لك انه كيف النيوبورن انفنتس، يعني لما انت توفر لهم بيئه كويسه انت راح تحميهم من امراض، وفي عده امراض يصابوا بهم فيها الانفنتس زي الميزلز اللي هو الحصبه، وفي بكتيريا مثلا بتنتقل عبر الماء. تمام؟ وزي الفنجاي مثلا، زي البروتوزوا، زي الورمز. فبس هاي. تمام؟ ومعلومه جدا مهمه، بحكي لك معدل وفيات الرضع عباره عن مؤشر لقديش اللي هو النظام الصحي في هاي الدولة. تمام؟ يعني كيف بدي أشوف إذا هاي الدولة معقمة أو فيها نظام صحي كويس؟ بشوف معدلات وفيات الرضع. إذا معدلات وفيات الرضع بالعلالي بعرف إنه هذول مقصرين يعني في ناحية الصحة. تمام؟ طيب هسا في عندي نات إميون سيستم وأدابت إميون سيستم بشكل شوي مفصل أكثر. تمام؟ إنات إميون سيستم أولا حكينا هو نون سبيسيفيك، وأهم إشي إنه بيشتغل بسرعة. تمام؟ يعني هو ما في مش لازم يبذل جهد عشان يتعرف على الخلية ويتكاثر ويزيد، لا، خلص هو نون سبيسيفيك، بيهاجم كل الأجسام الغريبة وبيشتغل على السريع. تمام؟ والإنات إميون سيستم جدا متعلق مع الأدابتيف إميون سيستم، وبشرح لكم كيف كمان شوي. تمام؟ هسا في كثير الإنات إميون سيستم مكون من عدة أشياء. ثواني بس أنا إذنكم خليني أنا أجيب الملف
لحظة بس، راح تصير الشاشة سوداء بس شوي. لحظة، هيني بعدني موجود، بس ثواني، بس لأنه هذا الملف جدا مهم إنكم تحفظوها. راحت، أيوه أيوة أيوة. طيب ارجع. الانات اميون سيستم مكون من عدة اشياء، تمام؟ هسه اول شيء خلينا نقراهم هون، اللي هن سكن اند ميوكس ممبرينز، ماشي؟ سكن اند ميوكس ممبرينز اللي هو الجلد والاغشيه المخاطيه. الثاني اللي هي فاجوسيتيك وايت بلاد سيلز اللي هي الخلايا البلعميه، تمام؟ الثالثة اللي هي ناتشورال كيلر سيلز الخلايا القاتلة الطبيعية، تمام؟ الرابعة اللي هي الكومبلمنت سيستم اللي هي البروتينات المتممة، تمام؟ الخامسة اللي هي انترفيرونز، تمام؟ السادسة اللي هي الانفلاماتوري ميدياترز. طيب هذول الست أشياء. طب خلينا نشوفهم على الرسم عشان نتذكرهم ونحفظ. أول شيء شو حكينا؟ سكن أند ميوكس ممبرينز اللي هي الجلد وايش؟ الاغشيه المخاطيه، تمام؟ فهي الجلد الاصفر وهي الاغشيه المخاطيه. الثاني شو حكينا كمان؟ حكينا الفاجوسيتيك سيلز، شايفين هذا اللي هون اللي موجود شو قاعد بوكس ويشت فلافل، تمام؟ ف هاي هي الفاجوسيتيك سيلز اللي بتبلع، تمام؟ بالعمي. الثالث الكومبلمنت سيستم، شايف هذا ماسك بيد صاحبه فهم بيكملوا بعض، ماشي؟ فهاي الكومبلمنت سيستم. الرابعه اللي هي ايش؟ الانترفيرونز، شايفين هذا الشيطان اللي بالنص؟ هذا الشيطان، هذول اصحاب عادي مكملين بعض والحياه حلوه وجميله، ولكن هذا الشيطان بيسوي بتدخل بيناتهم، كلمه انترفير معناها تدخل، تمام؟ فانترفيرونز هاي تذكروها زي هيك، يعني هي عباره عن سايتوكاينات بتفرزها الخلايا لحتى تسوي وظيفتها. فهي الانترفيرونز. الخامسه، احنا كان اربعه صح؟ الخامسه اللي هي انه العلاقه الطبيعيه بيناتهم، ناتشرال كيلر سيلز، اذا خلايا قاتله الطبيعيه. وشو ظل عندنا؟ الانفلاماتوري ميدياترز اللي هي شايفين هذا، هاي ايده شو؟ ايده حمراء صح ولا لا؟ فايده حمراء معناها ايش؟ فيها ملتهب، فعشان هيك هاي انفلاماتوري ميدياترز. ذكروا الرسم وخلص، يعني بتكونوا حافظينها زي اسمكم. السكن، الميوكس ممبرينز، الكومبلمنت سيستم، السندويشه، الانترفيرونز، الالتهاب والكومبلمنت سيستم. طيب هاي كلياتها، وهون كل وحده فيها تفاصيل، ولكن مش كثير مهمه صراحه، بس شوفوها واقراوها. بس اعرف انه الانترفيرون ثلاث انواع، الالفا والبيتا والجاما. طيب هسه هون في عندي بالفاجوستيك سيلز زي ما حكينا، في منهم خلايا شو بيكون جواتها؟ بيكون في جواتها جرانيولز، تمام؟ هذول الجرانيولز بيكون في جواتها انزيمات، وهاي الانزيمات بتسوي لي شيء بسميه اوكسيديتيف بيرست رياكشن، بتصير تفرز لي اشياء بسميها ار او اس، بتصنع لي ار او اس اللي هم رياكتيف اوكسجين سبيشيز لحتى تقتل الخلايا اللي بدها تسويها. فشايفين هذا الاخضر عباره عن الجرانيولز اللي حكيت عنها، وبتفرز هاي لحتى تقتل الخليه. طيب الان بحكي لي النيوتروفيلز اللي هي شو بسموه؟ الخلايا المتعادله، تمام؟ الخليه المتعادله اذا كان مستوياتها اقل من الطبيعي شو بسميها؟ بسمي هاي الحاله نيوتروبينيا، نيوتروبينيا يعني الخليه المتعادله موجوده بكميات اقل من الطبيعي. اللي بعديها في عندي حاله بسميها نيوتروفيليا، يعني بيكون في عندي انه مستويات النيوتروفيلز جدا مرتفعه، تمام؟ هاي بسميها نيوتروفيليا. هسه النيوتروبينيا، تذكروا هاي المعلومه خذوها مني وادعوا لي، اي ضربه في اي مكان في جهاز المناعه، اي نقص في اي جهاز في اي مكان في جهاز المناعه راح يخلي البني ادم اميون كومبرومايز، يعني قلت الوايت بلاد سيلز، قلت النيوتروفيلز، قلت الفاجوسايتس، قلت التي سيلز، قلت البي سيلز، بطلت اصنع بي سيلز، بطلت اصنع تي سيلز. كل هاي الاشياء لو في وحده منها موجوده راح تسوي لي البني ادم هذا تخلي اميون كومبرومايز، ماشي؟ فهاي الفكره يعني كونوا حافظينها دائما، اديفكت ان فانكشن اوف ذيس سيلز اللي هم النيوتروفيلز او اي حتى خليه مناعيه ثانيه راح يسوي لي البني ادم يخلي لي اياه اميون كومبرومايز. طيب هسه ذا بيكتشر اون ذا رايت هون بحكي لي هي عباره عن فاجوستيك سيلز، زي ما انتم شايفين هاي الخليه الحمراء عباره عن فاجوستيك سيلز، وهاي الصفراء عباره عن البكتيريا اللي بدها تبلعها. طيب بحكي لي الخلايا البلعميه بتنقسم لنوعين، في خلايا بتموت بعد ما تؤدي وظيفتها زي النيوتروفيلز، تمام؟ فلما تموت انت مش مرات هيك يعني بعد ما تلتهب بتظل هيك متورم، او هذا الورم بصير يفرز
زي مادة صفرة بسميها القيح، البص. شو هذا القيح؟ بيكون عبارة عن تجمع للنيوتروفيلز الميتة، تمام؟ فهاي النيوتروفيلز بتسوي لي البص، بينما الاذر فاجوسيتك سيلز اللي هي زي المونوسايتس والماكروفاجز لا، ما بتموت خلال عملية الفاجوسايتس، تمام؟ يعني بتبتلع الجسم وبتضل ماشي، بتروح تبلع لي واحد ثاني، تمام؟ فهاي الادابتيف اميون سيستم، عفوا الانات اميون سيستم. الان نيجي على الادابتيف. الادابتيف زي ما حكينا هو سبيسيفيك وله ميموري سيلز، وبميز السيلف فروم نم سيلف، تمام؟ ولكن هون شو بنحكي؟ هو سلور. ليش سلور؟ لانه بده وقت لحتى يصنع الانتي بوديز، لحتى يسوي الريسبونس، تمام؟ وحكينا انه الادابتيف اميون سيستم يتاثر بالجينيتيك دايفرسيتي، يعني اذا انت امك وابوك ما بيقربوا لبعض فانت مناعتك راح تكون افضل. ليش؟ للي شرحناه في بدايه المحاضره، بدايه اللايف عفوا، اللي هي اذا انت عندك مثلا جيناتك 1 2 3 4 5 هذول بس عشان تصنع انتي بوديز، تمام؟ اذا امك وابوك ما بيقربوا لبعض بجوز يصير في عندك 6 و7 و8 و9، تمام؟ يصيروا اكثر، فانت بصير عندك دايفرسيتي، تقدر تصنع انتي بوديز اكثر، يعني بصير تجمع لي 1 2 6 1 3 4 5 2 3 4 زي هيك، تمام؟ فبصير عندك دايفرسيتي اكثر. هسه هاي الدايفرسيتي ممكن تكون مثلا انه ابوك وامك ما بيقربوا لبعض، وممكن تكون ايش؟ انه انت خلال يعني وانت لما تكون عباره عن بويضه مخصبه زايجوت، ممكن تكون صارت لك ميوتيشنز، تمام؟ وهي الميوتيشنز ادت للجينيتك دايفرسيتي، فبرضه يعني الثنتين بصيره. طيب هون في عندي 8 اجزاء للادابتيف اميون سيستم، وهون بس بدي اياكم تتذكروا هاي الشغله. خلينا احنا نرجع نقراها وبعدين بنرجع نشوف. طيب هسا اول عندك تعرف انه في عندك تي اند بي ليمفوسايتس، الثاني بدك تعرف انه عندك سايتوكاينز اللي هي السايتوكاينات اللي اخذناها بالاحياء زمان، تمام؟ الثالثه انه في عندي انتيجنز، الرابعه انه في عندي انتيجن ريكوجنيشن موليكولز، يعني في عندي انتيجنز وفي عندي خلايا او موليكولز تتعرف على الانتيجن. الخامس اللي هي الانتيجينيك ديتيرمينانتس، يعني ذا موست سبيسيفيك بارت اوف ان انتيجن. طيب هسه بنوضحها، وهي هي رسم صراحه رسمها من الفيديو الماضي، انه تخيل انت الانتيجن عندك على شكل مثلث وبرتبط بالانتيبادي من هاي الجهه، تمام؟ هذا الانتيبادي برتبط معه، شايفين هذا الجزء السبيسيفيك من الانتيجن؟ هاي بسميه الانتيجينيك ديتيرمينانت او الابيتوب، تمام؟ طبعا هو يعني معناه اكثر من هيك بس هذا اللي بهمكم حاليا. اللي بعديها البي ان تي ريسبترز، تمام؟ فاحنا حكينا عندي تي اند بي ليمفوسايتس، بده يكون على سطحها شو؟ الريسبترز، تمام؟ هذول الريسبترز شو سميتهم؟ نفسهم الانتيجن اند ريكوجنيشن، انتيجن ريكوجنيشن موليكولز. عندي بعدين الميجر هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس او ميجر هيستو كومباتيبيليتي انتيجنز، والاخيره والاخيره اللي هي الموديفيكيشن اوف سيلف انتيجن اند ديليشن اور ان اكتيفيشن اوف سيلف ريسبتورز، تمام؟ فهاي الفكره اللي هون. هسه احنا خلينا نرجع نشوف على الرسمه. اول شيء حكينا انه عندي التي ليمفوسايتس والبي ليمفوسايتس، تمام؟ ثاني شيء حكينا انه في عندي ريسبتورز اللي هي التي سيل ريسبتورز، تمام؟ التي سيل ريسبتورز والبي سيل ريسبتورز. الثالثه شو حكينا؟ حكينا انه في عندي السيتوكاينز. شو هذول السيتوكاينز؟ عباره عن سيجنلز، اشارات ما بين الخلايا المناعيه. اذا التي سيل بدها تحكي للبي سيل شيء بتروح تبعث لها سيتوكاينز، اذا مثلا خليه بالعميه بدها تحكي للتي سيل شيء بتروح تبعث لها سيتوكاينز، تمام؟ فالسيتوكاينز عباره عن السيجنلز اللي ما بين الخلايا. في عندي كمان الانتيجنز، تمام؟ الانتيجنز، وفي عندي الابيتوبس، تمام؟ هذول شايفين هذا الانتيجن وهذا الابيتوب اللي على السطح، تمام؟ اكثر جزء سبيسيفيك بيناتهم. وفي عندي شيء بسميه الميجر هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس، تمام؟ الميجر هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس. شو هذا الميجر هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس؟ بيكون على سطح الخلايا اللي بالانات اميون سيستم. طب هسه محمد شو بتحكي لنا انات اميون؟ صرنا ساعه بنحكي عن الادابتيف، ليش جاي تحكي لي هسه انات؟ بحكي لك انات ليش؟ لانه في عندي خلايا شو بسميها؟ انتيجن بريزنتنج سيلز. شو هاي الخليه بتسوي؟ متذكرين بالتوجيه لما حكينا في عندي خلايا اكوله مشهره، شو بتسوي هاي؟ بتروح بتبلع بسبب المرض، بتقسمه لاجزاء صغيره وبتشهره على سطحها. طب هي كيف بتشهره؟ بتشهره باستعمال الام اتش سي. هذا الام اتش سي عباره عن الكرسي اللي راح يقعد عليه الانتيجن، فهاي بتقعد الانتيجن هون وبتيجي تي سيل او بي سيل بتتعرف عليه، تمام؟ وعاده لا، هي تي سيل اللي بتيجي وبتتعرف على الانتيجن اللي تم عرضه عن طريق الريسبتورز، تمام؟ فهاي الام اتش سي موليكيول. وضحت؟ هذول اللي حكيناهم بي سيل، تي سيل، سايتوكاينز، تي سيل ريسبتورز، بي سيل ريسبتورز، اللي هم الانتيجن ريكوجنيشن موليكيولز، وعند الانتيجنز نفسهم عند الابيتوبس وعند الام اتش سي موليكيولز، تمام؟ هاي الموديفيكيشن صراحه لا، هي مش نقطه ثانيه لها علاقه، مش من مكوناتها يعني، تمام؟ بس هي هيك كانت نقطة انه ممكن يصير في تغيرات على السلف انتيجن او اني اعمل ان اكتيفيشن للسلف ريسبتورز، تمام؟ مش اكثر من هيك.
هسه بحكي لي some viruses are so evasive. ايش يعني evasive؟ يعني زي ميسي بتناور، تمام؟ مش بتناور يعني بناور، يعني بيراوغ، تمام؟ يعني مثلا الانفلونزا بيقدر يراوغ جهاز المناعه، كيف؟ بيجي اليوم لابس جاكيت احمر، تمام؟ بتعرف عليه جهاز المناعه وبقتله. اليوم الثاني بيجي لا لابس جاكيت اسود، برجع بتعرف عليه جهاز المناعه وبقتله. اليوم اللي بعده بيجي لابس جاكيت اخضر، بيجي بتعرف جهاز المناعه عليه وبقتله، تمام؟ بس كل تعرف فيها مره لما كان لابس احمر، مره لابس ازرق، مره لابس اخضر، تمام؟ لما كل مره بيدخل للجسم الاميون سيستم بحكي لك اذا مين ده؟ مين؟ انا عمري ما شفته، تمام؟ فهيك الفكره، في منهم بيكون ايفيسيف بيراوغه، يعني بصير يغير الانتيجنز اللي على سطحها لحتى ايش؟ لحتى الجهاز المناعي ما يتعرف عليه وما يقتله، تمام؟ فهاي فكره الايفيسيف. وضحت؟ هنا بحكي لي انه allows him to change the attachment proteins. في عند الاجلوتينينز هاي البروتينات اللي بتكون على سطح الانفلونزا واللي بترتبط فيها واللي بترتبط يعني بتستعملها لحتى ترتبط بخلايا الجسم. فهمتوا كيف؟ فهاي الاجلوتينينز يعني هاي عند الانفلونزا، في على سطح اجلوتينين بروح الانفلونزا بيرتبط بالخليه اللي مثلا بالرئتين، تمام؟ لحتى يذوبها. هاي الفكره كلها. هسه بحكي لي التي سيل، حكينا originate from thymus وبتنقسم الى نوعين اللي هي السيتوتوكسيك تي سيلز والهيلبر تي سيلز، تمام؟ السيتوتوكسيك تي سيلز بسميها سي دي 8، حطوها عندكم، والهيلبر تي سيلز بسميها سي دي 4، سي دي 8 بلس وسي دي 4 بلس. هاي الهيلبر يعني خليه تي قاتله وخليه تي ايش مساعده. طيب هون عند البرايمري والسكندري ليمفويد اورجنز بون مارو ثايموس، وهون سبلين وليمف نودز وميكوز اسوشيتد ليمفويد اورجنز، تمام؟ هون بورجينا بالصوره اللي هي كيف السيتوتوكسيك تي سيلز بتروح تقتل المايكرو اورجانيزم، بسمي هاي العمليه سيل ميدييتد اميونيتي، اللي هي المناعه يعني اللي بتتم باستعمال الخلايا، تمام؟ ولكن في او الاستجابه الخلويه اللي كنا نعرفها بالاحياء، بس في عندي اللي بتشتغلها البي سيلز عن طريق الافراز الانتيباديز، شو بسميها؟ بسميها هيومورال، تمام؟ هيومورال اميونيتي. هيومورال يعني سائل، استجابه سائله. شو يعني استجابه سائله؟ يعني بتفرز انتيباديز بتذوب في الدم فبتصير زي كانها سائله، تمام؟ طيب هنا في هاي الصورة بيوضح لك واحدة من شطحات جهاز المناعة لما يجي يشرد، تمام؟ لما يجي يتعرف على خلايا الجسم ويروح يهاجمها. فإذا تعرف على خلايا الجسم وروح هاجمها زي ما انتم شايفين هون بالصورة، تمام؟ خليني يا الله ليش العجلة ايوه هون زي ما انتم شايفين بالصوره، هاي عندي هاي بي سيل، شوف كيف شكل الانتيجين فوق، شوفوا كيف هون شكل الانتيبادي عفوا الاميونوجلوبين، شوف كيف هون شكل الانتيباديز. كل وحده بتتعرف على خليه، تمام؟ بس اذا تعرفت على السلف انتيجين ممكن انها تصير تتكاثر، تمام؟ هاي في حال انه جهاز المناعه ضرب، بتعرف على السلف انتيجين وبصير بتصير تتكاثر هاي خلايا البي سيلز، تمام؟ فاذا تكاثرت خلايا البي سيلز راح تصير تصنع لي شيء بسميه اوتو انتيباديز، يعني اجسام مضاده ذاتيه بتصير تهاجم خلايا الجسم ذاته، تمام؟ كيف هاي يعني هاي خلايا البي سيل من وين اجت؟ بتكون هربت من عمليه الكلونال سيلكشن، يعني الكلونال سيلكشن ما بيكون نجح عليها، لا يعني لمشكله معينه في جهاز المناعه، تمام؟ فعشان هيك بتكون هاي متواجده في الدم وبتسبب لي اوتو اميون ديزيز، تمام؟ اوتو اميون ديزيز. وهنا حكينا الانتيجين ريكوجنيشن موليكيولز، اما بتكون تي سير ريسبتور، اما ام اتش سي. طبعا الام اتش سي مش بس انه بس بتشهر الانتيجنز، لا في ممكن تشتغل كريسبتور في خلايا اخرى، او بي سيل ريسبتورز زي اللي حكينا اللي هي نفسها الاميونوجلوبولينز ونفسها الانتيباديز. وهنا برجع بكرر المعلومه مره ثانيه انه الاميونوجلوبولينز هي نفسها الانتيباديز وهي نفسها الايش اللي هي البي سيل ريسبتورز، بس شو الفرق بيناتهم؟ انه البي سيل ريسبتور ملزق على الخليه بينما الانتيبادي ايش حر في الدم. طيب ميديكال سكسس، نرجع مره ثانيه هون بنحكي عن الفاكسينز، انه اكتشاف المناعة كان من النجاحات، الترانسبلانتيشن انه صرت اقدر اسوي عمليات تبرع بالدم وزراعة اعضاء، بعدين بصير عندي برودكشن اوف نيو تريتمنتس، تمام؟ بصير عندي برودكشن اوف دراجز ذات كنترول الرجي، تعرفوا الخلل صار عندي ادوية بقدر اتحكم بالالرجي، يعني اذا واحد عنده حساسية تعرفوا من التوجيه انه بفرز مادة ايش اسمها الهستامين، تمام؟ الهستامين هاي بتعمل لي توسع بالاوعية الدموية واحمرار وخروج بلازما وكذا، تمام؟ فانا شو بسوي؟ انا عن طريق الاميونولوجي صرت اقدر اصنع ادويه بسميها انتي هيستامين بتمنع انه الهيستامين يتم افرازه، فبالتالي انا بقدر اتحكم بالحساسيه. اللي بعديها اللي هي المونوكلونال انتيباديز، المونوكلونال مونو يعني جاي من نسخه واحده و
والكلونال معناها النسخة، تمام؟ مونو كلونال يعني جاي من نسخة واحدة. طيب، فهاي المونو انت بديس، فهاي من وين صرت تصنعها؟ صرت اصنعها باللاب. تعرفوا يعني هاي هيك معلومه خارجيه انه كيف بصنعوا المونوكلونال انتي بوديز. شوفوا كيف يعني حقاره العلم لوين وصلت، انه بجيب لك البيسل، تمام؟ والبيسل هاي بروح بدمجها مع خليه سرطانيه، تمام؟ خليه سرطانيه بس انه يعني عادي، خليه سريعه الانقسام. فالبيسل مع الخليه السرطانيه هاي بصير ينقسموا 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 كثير، فشو بصيروا؟ يصنعوا انتي بوديز باعداد هائله جدا، فبصير استفيد منها. شفتوا كيف يعني هاي جد افكار ابداعيه وجدا عجبتني هاي الفكره صراحه. طيب اللي بعديها اللي هي التريتمنت اوف كانسر اند اوتو اميون ديزيزز، اللي هي اني صرت اقدر اعالج الكانسر واعالج الامراض الذاتيه، انه صار الجهاز المناعي ايش يصير يهاجم نفسه، زي مثلا البي سي جي فاكسين، هذا بستعمله ضد التوبركلوسيس، وال وبرضه ان تريتنج يورينري بلادر تيومر اللي هو الاورام في المثانه البوليه. طيب هسه هون هاي المعلومه جدا بحبها دكتور زياد، واللي هي انه الدكتور لما يتعامل مع المريض، لما يجي مريض على المستشفى لازم يتعامل معه كانه مصاب بالهيباتيتس. يعني اذا انت جاك مريض على العياده بدك تفترض مباشره انه مصاب بالهيباتيتس ما لم يثبت عكس ذلك. يعني اذا انت سويت فحوصات واثبتت انه هذا المريض مصاب بالهيباتيتس، اثبتت انه المريض هذا سليم من الهيباتيتس اللي هو التهاب الفيروس التهاب الكبد، فايش خلص يعني تقدر تتعامل معاه شوي بسلاسه اكثر. ولكن البروتوكول وال يعني الشيء اللي لازم الكل يمشي عليه انه اي مريض بيدخل على المستشفى لازم نتعامل معه كانه مريض هيباتيتس او مريض ايدز. ايش يعني هاي؟ يعني ايش معناها؟ انه انا لازم اكون حذر لما اتعامل مع الابر ولما اصير بدي انقل دم وغيره، تمام؟ يعني عشان ما ينتقل المرض الى لا سمح الله. فعشان هيك الهيباتيتس فيروس فاكسينيشن باخذوا الطلاب لما يبلشوا مراحل الكلينيكا. احلى تحيه لدكتور مكتيب عصام راسي والله. طيب بس بعد اذنكم انا تليفون طفي، بس اجيب الشاحن على السريع وارجع، تمام؟ دقيقتين ان شاء الله. لحظة بس بعد إذنكم. الله ثواني. طيب بعرف إن الشاشة صادة. طيب بعتذر بس التليفون طفى والله محتاج. طيب كنا نحكي عن الهيباتيتس. الهيباتيتس اللي هو انه لازم تتعامل مع اي مرض كان مصاب بالهيباتيتس، تمام؟ هسه هاي المرض هذا الهيباتيتس بيتم انتقاله اما عن طريق الدم او عن طريق انه امراض منتقل جنسيا، تمام؟ فعشان هيك لازم لما اتعامل مع الابر، لما بدي اغز ابره للمريض اكون دائما جدا حذر، لانه هذا بسبب للتشمع للكبد والالتهاب وحتى ممكن يوصل لسرطانات، تمام؟ وحاليا هينا صنعنا الفاكسينز الخاصه بهذا المرض. الان في هاي الصوره اللي بدي اياك تشوفها بس انه العطاس والرذاذ هو عباره عن مود اوف ترانزميشن جدا مهمه لكثير من الامراض، تمام؟ هاي اللي بدي اياك تعرفه منها اللي هي الدروبلتس الرذاذ او البطيرات، ماشي؟ وهنا هاي مقارنة بين الإنات والأدابتف. حكينا الإنات نون سبيسيفيك وفاست ونو ميموري، بينما الأدابتف سبيسيفيك وسلو ريسبونس وإلو ميموري. الإنات شو الكومبوننت ستات وناتشرال باريرز فاجوسايت سكريت مولكيولز، بينما الأدابتف ليمفوسايت سكريت مولكيولز انتيجين ريكوجنيشن مولكيولز. هنا بده يورجينا عملية الهيمودياليسيس، بيحكي لك إنه هذا المريض كليته فارغة، تمام؟ فأنا عن طريق الإيمونولوجي حكينا إنه قدرنا نخلي عملية الترانسبلانتيشن مور سكسسفول، قدرنا نخليها عملية ناجحة،
تمام. ليش؟ لأنه قدرنا نشوف إنه هل هذا، إذا أنا بدي أجيب كلية وأحطها عند مريض، هل هاي الكلية متلائمة معاه ولا لا؟ هل بتسوي لي رفض مناعي ولا لا؟ فهاي من إنجازات المناعة، تمام؟ وهنا برجع مرة ثانية بوضح لي يعني الفرق بين الإنات والأدابتف. الإنات عبارة عن خط الدفاع الأول، والأدابتف عبارة عن خط الدفاع الثاني. وفي ناس بيقسموها إنه الإنات عبارة عن خطين دفاع، والأدابتف عبارة عن خط دفاع ثالث، يعني له تفاصيل ثانية أكثر، بس هون هذا التفصيل جدا بيسك يعني. طيب هون معلومة هيك على الهامش، بحكي لك إنه we cannot get interferons، سامعين صح؟ آه تمام. طيب بحكي لي we cannot get interferons of animal induced in humans، فهون يعني هاي معلومة جدا حلوة، إنه أنا ما بقدر أستعمل السيتوكاينات أو الانترفيرونز تاعت الأنيمال واروح اوديها على الهيوم، تمام؟ يعني كل سبيشيز، كل نوع من انواع الكائنات الحيه في له انترفيرونس خاصه فيه. طيب هسه هون على السريع نرجع بس نستذكر مره ثانيه موضوع الجينيتك، تمام؟ انه كيف بتاثر الجهاز المناعي بالوراثه. هون زي ما شايفين الانات اميون سيستم يا دوب بس عنده نوع واحد من الجينات، وهو اللي بيسوي لي الباترن ريكوجنيشن موليكيول. هاي هيك معلومه تفرقوها، يعني هسه بيجي واحد بيحكي لي طب الانات بيميز الانتيجن ولا ما بيميز؟ بحكي لك وما بيميز الانتيجن، في اشي على سطوح الخلايا المسبب المرض، شو بسميها؟ بسميها باثوجين اسوشيتد موليكيولر باترنز، تمام؟ هذول باثوجين اسوشيتد موليكيولر باترنز هذول بيكونوا على سطوح اللي هم الاجسام الغريبه، تمام؟ فالجهاز المناعي شو بتعرف؟ بيكون عنده باترن ريكوجنيشن موليكيول. باترن ريكوجنيشن موليكيول هاي هي اللي بتتعرف على البامب، البامب اللي هي باثوجين اسوشيتد موليكيولر باترنز، تمام؟ فهي اشياء قريبه من الانتيجن، هي عباره عن جلايكوبروتينز ولكن مش كثير سبيسيفيك زي الانتيجن. الادابتف شو حلاوته؟ الادابتف حلاوته الادابتف حلاوته انه بتعرف على الانتيجن، تمام؟ بتعرف على الايش؟ على الانتيجن. فعنده انتيجن على سطح الخليه الغريبه، وعنده انتيجن ريكوجنيشن موليكيول على سطح الخليه المناعيه اللي هي سواء تي سي ريسبتر او بي سي ريسبتر. طيب فهون الانات زي ما انتم شايفين بس جين واحد، ولكن هون الادابتف في اكثر من نوع من الجينات، تمام؟ واحده بتعطيني تي سي ريسبتر، واحده بتعطيني ام ال سي، واحده بتعطيني اميونوجلوبولينز، تمام؟ بس هاي هي الفكره، يعني انه الادابتف في له ماتش مور دايفيرس بروتينز. الان كيف البي سيل، تمام؟ كيف البي سيل يعني بيستجيب للانتيجن؟ بهذا بتم على ثلاث مراحل. اول مرحله بسميها الكوجنيتيف فيز، الكوجنيتيف فيز واللي هي مرحله التعرف، بتعرف على الانتيجن. المرحله الثانيه اللي هي الاكتيفيشن. ايش يعني لما نحكي اكتيفيشن؟ البي سيل شو يعني انها تصير لها اكتيفيشن؟ يعني انها تصير تنقسم، يصير لها بروليفريشن، تمام؟ فاول ما تتعرف على الانتيجن بصير لها بروليفريشن. والمرحله الثالثه واللي هي الافكتور فيز، انه بس تصير تنقسم وتنضج، بتتحول لبلازما سيلز وبتصير تفرز انتي بوديز اللي بتعمل نيوتراليزيشن للانتيجن. شو يعني نيوتراليزيشن؟ يعني زي كانه الانتي بودي لما يرتبط مع الانتيجن كانه بيسوي تعادل، هاي الانتي بودي وهي الانتيجن، تمام؟ لما يرتبطوا زي كانه بصير فيه تعادل، تمام؟ فهاي نيوتراليز، ولكن هي معناها ايش؟ انه زي كاني بقتل الانتيجن. طيب هون عندي مجموعه من الخلايا بالانات اميون سيستم، النيوتروفيلز واليوزينوفيلز الماكروفاجز الماست سيلز والناتشرال كيلر سيلز. هسه النيوتروفيلز ما يميزها اولا انه لها سيجمنتد نيوكلياي مكونه من 3 سيجمنتس ولها شورت هاف لايف، تمام؟ اليوزينوفيلز هي برضو لها سيجمنتد نيوكلياس ولكن مش 3 نيوكلياس، لها 2 سيجمنتس، تمام؟ وهي عاده بتلاقيها وين؟ بالورم انفكشنز وبالهايبر سنسيتيفيتي، بالديدان لما يكون في عندك عدوى دوديه وعدوى يعني تحسسيه من الحساسيه، تمام؟ اللي بعديها اللي هي الماكروفاجز. الماكروفاجز او الخلايا البلعميه الكبيره، خلايا الاكل الكبيره، هي وظيفتها انها بتبتلع مسبب المرض، واذا ما قدرت له بتروح بتشهر نوع من ايش؟ نوع من بتفرز اجزاء من الانتيجن على سطحها، تمام؟ بتشهرها على سطحها. وان ماكروفاجز ار اكتيفيتد ذي ار كول جاينت سيلز. فهسه احنا حكينا انواع المناعه، يا اما انه بفرز انتي بوديز يا اما بصير عندي انجلفمنت. كيف بصير انجلفمنت؟ هاي الماكروفاجز مش بتشهر هي اجزاء الانتيجن، تمام؟ مش بتشهر اجزاء الانتيجن على سطحها، تتعرف عليها من التي سيل، فالتي سيل بتوديها للسيتوتوكسيك تي سيل اللي هي التي كيلر تي سيل، بتروح هاي التي سيل بتروح تفرز لها برضه سيتوكاينات بتخلي هاي الماكروفاجز اكتيفيت. فهل الاكتيفيتد ماكروفاجز شو بسميها؟ جاينت سيلز، بتصير تروح وتبتلع مسببات الامراض اللي اجت.
الماست سيلز واللي هي الخلايا الصاريه اظن اسمها. هسه الماست سيلز برضو اسمها اللي هي بيزو فيلز، تمام، لهم نفس الاسم. الماست سيلز بلاقيها عاده بالتايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. الناتشرال كيلر سيلز الخلايا القاتله الطبيعيه، هاي وظيفتها انها تقتل الفايرال انفكتد سيلز والتيومر سيلز اللي هي الخلايا المصابه بالفيروسات والخلايا السرطانيه، وهاي ما بتقتل عن طريق اللي هي انها تبتلع، لا هي بتروح بتفرز انزيمات، بتفرز بالاول بيرفورين بخزوا بالخليه المصابه، وبعدين بتفرز اللي هي انزيمات حبابيه او جراند زاينز بنسميها، بتروح بتقتل الخليه المصابه بالمرض، تمام. فعشان هيك هاي مهمه جدا انه الناتشر كيلر سيلز هي مش فاجوسيتك، تمام، مش فاجوسيتك. والماست سيلز بتفرز هيستامين بالتايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، هذول جدا مهمات ركزوا عليهم. هاي هنا بصراحة ما أظن يجي إشي، يعني حتى دكتوركم فشك عليها بالمحاضرة. وهنا الانتيجين بريزنتنج سيلز زي ما حكينا في عندي خلايا أكولة مشهرة بتبتلع مسبب المرض وبتشر أجزاء منه، ففي عندي الدندريتك سيلز، تمام، وعندي الماكروفيجز وعندي البي سيلز، تمام. هاي البي سيلز برضو بتسوي بتعمل انتيجين بريزنتنج، ولكن بشكل أساسي الدندريتك والماكروفيجز هي اللي بتعمل انتيجين بريزنتنج. طيب وهنا شو بحكي لي كمان، انه في فرق ما بين البي سيلز والتي سيل بطريقه الانتيجين ريكوجنيشن. بحكي لي البي سيل ممكن تتعرف عن طريق الريسبتور تبعونها فقط، يعني ممكن انها ترتبط مباشره بالانتيجين، ولكن التي سيل لازم انه يكون في عندي ام اتش سي موليكيول، يعني بدون ام اتش سي موليكيول مستحيل نقدر مستحيل تقدر التي سيل تتعرف على الانتيجين اللي على السطح، تمام. وهنا برجع مره ثانيه بحكي لي انه الخلايا قبل ما تتمايز، تمام، بيكون لها the same appearance under the microscope when they are unactivated، بس لما يصير لها activation بتتغير بشكل كامل، وإيش وبصير لكل واحدة إلى شكلها الفريد من نوعها. فعند البي سيلز عند الـ CD4 plus اللي حكينا إنها هاي اسمها الهيلبر، تمام، وعند الـ CD8 اللي شو سميتها، سميتها cytotoxic، تمام. وبعد الـ activation طبعا كل خلية لها وظيفتها، إيش بيفرز لـ cytokines، إيش بيفرز لـ immunoglobulins وغيره، تمام. اخر صفحه بعد انا طويل، يعني صراحه طولنا في المحاضره وانا هيئت بصراحه من قبل، قلت لكم المحاضره هاي مش مصلي عندنا، بس زي ما شايفين عادي كل الاشياء بتنعاد. هسه هاي الصفحه الاخيره بس بده يورجيك انه اولا في عمليه التطعيم في مطعوم الهيباتيتس بي، لما انت تاخذ اول حقنه منه يكون في عندي برايمري وسلو ريسبونس از انيشيتد، بتتشغل يعني بتكون بسيطة بدائية وبطيئة، تمام. لما أدخل السكند دوز بصير عندي إيش، سكندري إميون ريسبونس، بصير الجسم يستجيب بشكل أسرع ويفرز أجسام مضادة بشكل أكبر. بعدين لما نأخذ الجرعة الثالثة من هذا المطعوم بصير في عندي very high number of antibodies، تمام، very high number of antibodies، فبصير هذا الجسم بيكون مناعة ضد فيروس الهيباتيتس بي، تمام، أو الهيباتيتس بي أنتيجين بشكل عام. هسا شو رح يصير، يعني أنا إذا عندي الثالثة الانتي بودي صارت بالعلاني، بعدين شو راح يصير اذا انا اعطيت جرعه رابعه، طيب او جرعه خامسه شو بده يصير؟ بحكي لي انه هنا شو راح يصير، انه الجسم راح يعني يقدر يستوعب انه هو قاعد بصنع انتي بوديز اكثر من اللازم، فشو راح يصير، راح يصير عندي زي خمول في الجهاز المناعي، الجهاز المناعي راح يعني يبطل كثير يشتغل بهذاك الشكل، تمام، يعني ما راح يصير كثير انه يلا بدي اسوي استجابه مناعيه بدي اقتل بكتيريا، لا راح يصير يفرز انتي بوديز ولكن بكميات اقل. فشوفوا هاي الطريقة الذكية، انه انا اذا زودت الجرعات من الانتيجين شو راح يصير؟ راح يصير انه الجهاز المناعي يثمر، تمام؟ يعني الاشي بتحسوه مش منطقي، بس يعني القاعدة شو بتقول، كل اشي بيزيد عن حده بنقلب ضده، تمام؟ الاشي اللي بيزيد عن حده اذا السلف اذا الانتيجين زادت عن حده الاميون ريسبونس خلص راح تنقلب ضد حالها، تمام؟ ما راح يعني تنفجر وتصير سوبرمان، لا خلص هي راح تشوف انه هي بتسوي واجبها وتسوي الاشي الكفاية، فبتصير الاميون سيستم يقل، تمام. فعشان هيك هاي الطريقه الذكيه بيستعملوها لعلاج الاوتو اميون ديزيزز. احنا حكينا شو الاوتو اميون ديزيزز، بيكون في عندي الجهاز المناعه يعني هيك محروق بده يتعرف على الكل، تمام، بده يتعرف على كل الخلايا، فبروح شو متعرف على خلايا الجسم وضاربها، تمام. فعشان هيك انا اذا اعطيته اذا اعطيت للجسم اشياء بتزيد من معدلات الانتيبوديز، الجسم راح يصير يستوعب انه في انتيبوديز كافيه، فخلص ببطل يتعرف على السلف انتيجنز، ببطل يبذل جهد انه يتعرف، وبالتالي بتقل عند الاميون ريسبونس، تمام. فبصير عند الاميون سيستم انه ايش، بيعمل سوبريشن لحاله، بيقلل نفسه، تمام. اخر شيء الاكتيف والباسيف، الفرق ما بين الاكتيف والباسيف انه الاكتيف اميونيتي
عبارة عن إنه الجسم نفسه هو اللي بيفرز الأنتيبوديز تبعونه استجابة للأنتيجنز دخلوا على جسمه، ولكن الأنتيبوديز عبارة عفوا الباسيف إميونيتي عبارة عن إني بدخل الأنتيبوديز لداخل الجسم، فهو الإنسان المريض أو البيشنت بأخذ الأنتيبوديز من مصدر خارجي، سواء كانوا مونوكلونال أنتيبوديز صنعتها باللاب أو أخذتها من بني آدم ثاني عنده هاي الأنتيبوديز في الدم تبعه، تمام؟ فزي مثلا إيش الريبيز إميونيزيشن الكلب كيف كان التطعيم تبعه بهاي الطريقه، انه ايش انه دخل انتيبوديز على جسم جوزيف هذاك الولد الصغير، تمام. وهيك محاضره ايش اسمها محاضره 13 خلصت. حدا عنده اي اسئله في اي نقطه مش مفهومه؟ ليش اشتقت عن البريك؟ شو بدنا نسوي؟ بدنا نخلص وراك دراسة يا عاصم. شحنة باراسيتامول إذا بتلاقي يا عمر أعطيني والله بدي الرسمة إن شاء الله. بحطها هون في الكومنتات. كله واضح إن شاء الله؟ في حد عنده أي سؤال؟ في إشي مش واضح بتحبوا أعيده مرة ثانية بهاي الثلاث محاضرات؟ الله يعافيكم ستكم يا رب. خطبة عمرته بكتب بالقلم يا أحمد. في عندي بكتب بالقلم على هذا على اللابتوب. الله يعافيكم يا رب. إذا لسه في شيء بده توضيح خبروني قبل ما ننهي، وإذا خلص كل شيء واضح ننهي معناته. موعدنا بيكون بكرة إن شاء الله، غالبا يكون يعني زي هيك بحدود بهذا الموعد يعني. مس حبيب الكل يا معاذ، شو هالحكيز. طيب معناته هيك انا بنهي اليوم. ان شاء الله بكره وبعده نكمل معكم باقي المحاضرات ونطلع منها باكبر تمكن. يعني هيك احنا ان شاء الله نكون غطينا يعني ترى اغلب افكار المحاضره، واللي يركز باللايف راح يقدر يجاوب يعني كثير كثير من الاسئله اذا مش كلها اصلا، تمام. فبنشوفكم مره ثانيه، هنا لقاءات ثانيه ان شاء الله، وموفقين جميعا يا رب. دعواتكم.